مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله، من قناة الصوت الصارخ على الميديا والفيسبوك واليوتيوب أقدم لكم اليوم هذه الحلقة. كل سنة وانتم طيبين. زي ما حضراتكم شايفين الحلقة بنخاطب فيها سيادة الرئيس السيسي وبنقول له يا ريت نقف مع بعض شوية صراحة مع بعض لمدة دقايق ونتناقش، يمكن نوصل لصيغة وسطية تفهمونا بيها ونفهمكم بيها، ويمكن نقدر من خلال الكلام اللي احنا بنقوله لكم ان نوصل لكم ان احنا فاهمين كل حاجة، فاهمين كل حاجة. كتير قوي من الناس بتعتقد ان احنا مش فاهمين وان احنا بنقول اي كلام وان احنا بنضحك وان احنا بنبتسم، لكن احنا بنضحك وبنبتسم من الألم. الحقيقة بنضحك وبنبتسم من الألم. اسمحوا لي قبل ما ادخل في الحلقة بتاعت النهاردة اني اوجه دعاء وصلاة من اجل الشهيد مصطفى عبيد شهيد الوطن اللي مات وهو بيأدي واجبه، مات وهو بيأدي واجبه في حماية الوطن. طبعا أنا برفض كلمة مات عشان يحمي المسيحيين، برفضها تماما، لأن الراجل وظيفته كضابط هو التعامل مع المتفجرات، وهو في الوقت ده بيحمي وطنه والمكان اللي هو بيحميه في مسيحيين وفي مسلمين، وده واجبه ومفيش حد بيهرب من واجبه. هو إنسان أدى واجبه على تمام الوجه، ونسأل ربنا إنه يتقبله وسط الشهداء. شاب يا عيني زي القمر، شاب يصعب على العين الحقيقة، يعني من خلال الواحد من خلال تأمل شكله شاب فيه مروءة وفي أدب وفي أخلاق عالية جدا جدا، أنت ممكن تقرأ الإنسان من خلال شكله. ابن مصر، شاب من شباب مصر الطيبين الأبرار الأبرياء، شاب يستحق الحياة، مات على يد من يستحقون الموت. شاب يستحق الحياة، مات على يد من يستحقون الموت. للأسف مصر بتقدم زهرة شبابها، زهرة شبابها بتقدمه تمن لمين؟ مش اللي حط القنبلة، اللي حط القنبلة المجرم ده أداة، ولكن تمن لفكر إرهابي يدرس في الجامعات وبعض المساجد وبعض الكتاتيب. للأسف أماكن تعلم العبادة أصبح معظمها يدعو إلى الإرهاب وإلى كراهية الآخر. تحولنا الحقيقة، تحولنا من أماكن تعلم الأخلاقيات إلى أماكن تعلم القتل، من أماكن ترغب الإنسان في الحياة، ترغب الإنسان في النماء، إلى أماكن ترغب الإنسان في الموت، ترغب الإنسان في القتل وفي التدمير وفي التخريب. بنكرر كلنا كمصريين مسيحيين ومسلمين ان احنا بنترحم على هذا الشهيد، بنقول ربنا يرحمه ويسكنه في الفردوس الاعلى. النهاردة انا عايز اركز على ان الفتنة في مصر صناعة سياسية وليست طبيعة اهل مصر. طبيعة أهل مصر هي المحبة، مسلمين ومسيحيين، عشنا وسط المسلمين إخوات، لكن طول عمرها التعصب بيجي من القيادة السياسية، والفتن بتيجي من القيادة السياسية، والتخريب بيجي من القيادة السياسية. عشان كده وأنا بترحم على هذا الشهيد الشاب البريء مصطفى عبيد اللي بنحسبه مصريا قبل أن يكون مسلما،
وبنقول واحنا مسيحيين ومسلمين شهيد على ارض الوطن. لكن من خلال نقطه الشهيد مصطفى عبيد اللي بكرر ان هو مات وهو بيأدي واجبه سواء في اي مكان، بكرر ان الفتنه في مصر صناعه سياسيه. الفتنه في مصر اداه سياسيه، وزي ما قال عمرو سعد في فيلم مولانا، قال لك عشان يكون في سلطان وفي حاكم لازم يبقى في محكومين، وعشان يبقى في حل للمشكله لازم يبقى في مشكله. يعني الدوله بتعمل مشاكل عشان تثبت انها بتحل المشاكل. لكن انا برجع واقول تاني وتالت ورابع ان ساعه ما بقدم حلقه وبتكلم احيانا عن بعض الفتاوي اللي بتدعو للارهاب، اخواتي المسلمين بيعتقدوا ان انا بهاجم الاسلام. لا، انا ما بهاجمش الاسلام، انا بهاجم التعاليم اللي بتدعو للارهاب اللي بعض من المسلمين انفسهم بيقولوا عليها مدسوسة. يعني في احاديث كتير يقول لك ده حديث غير صحيح، ده حديث مدسوس. خلاص، انا بهاجم التعاليم دي اللي بعض المسلمين نفسهم بيشاركوني الرأي ان هي تعاليم هدامة. فانا لما اهاجم بعض التعاليم اللي بتدعو للارهاب ما بهاجمش الاسلام ابدا بتاتا. انا زيي بعتبر نفسي زي الشيخ عبد الله نصر، ما هو انسان مسلم الشيخ عبد الله نصر ولكنه ينتقد تعاليم الارهاب. الدكتور خالد منتصر انسان مسلم ومعتدل جدا ولكنه ينتقد تعاليم الارهاب. المستشار احمد عبده ماهر انسان مسلم معتدل ولكنه ينتقد تعاليم الارهاب. اذا انا زي الـ 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 الاخوه دول، اسلام البحيري من ضمن اكتر من مش عايز اعدد ده كتير، عندنا كتير. فانا لما كوني انا مسيحي لما باجي اتكلم في النقط دي بتبقى حساسه. البعض يقول لي ابعد منها. طب ابعد منها ليه وهي اساسا بتتحكم في حياتي وممكن تتسبب في انحاء حياتي وحياه احبائي وحياه من هم على عقيدتي؟ انا ما اقدرش اتجاهل نصوص تدعو الى قتلي. انت لو انت ايمانك في قلبك مع نفسك هقول لك تعظيم سلام، هضرب لك تعظيم سلام، اقول لك مع نفسك دي عبادتك. لكن لما تاخد عبادتك عشان تتحكم فيا وتعتبرني ذمي، هقول لك يفتح الله، انا مش ذمي ومش في ذمتك ومش في ذمة اي حد، انا في ذمة ربنا. لكن انا يوم ما ابقى في ذمتك ابقى انا عبد، وانا ارفض اطلاقا ان اكون عبد من الذين تتسيدون عليهم. اذا كلامي من منطلق الحرية، الحرية الشخصية، حرية الإنسان في العيش بكرامة. برضو عشان أرجع وأقول وأركز تاني وتالت ورابع وأقول بلدنا بخير، واللي يدل على أن بلدنا بخير لغاية الآن إحنا أبواب الكنائس مفتوحة وبتدخلها فتيات مسلمات منهم المحجبات وبيولعوا شمعة قدام سورة العذراء اللي هم بيحبوها وبتقول أم سيدة العالمين. انا ما بدخلش في منهجهم وما بقول لهمش انتوا داخلين الكنيسه لازم تكونوا مؤمنين بالمسيح، لا خالص. كنيسه مفتوحه هم بيدخلوا، هم بيعرفوا العذراء وبيحبوا العذراء، وفي ناس كتيره من الاخوه المسلمين لغايه النهارده بيصوموا معانا في العذراء وبيروحوا كنيستنا في العذراء، واحنا بنروح موالدهم في الموالد. دي مصر، دي مصر اللي السياسه عايزه تهدمها، دي مصر، ده المشهد ده اللي السياسيين مش عايزين يشوفوه، وعايزين حرب أهلية لغرض سياسي. الغرض السياسي هو تثبيت الحكم، تثبيت الكراسي، وإن جاءت على دماء الأبرياء، وإن جاءت على الفتنة، وإن جاءت على الخراب، وإن جاءت على دس السموم بين المسلم والمسيحي. أنا ما بهاجمكش أنت في دينك، أنا بحترمك وبعيد عليك في عيدك وبقول لك عيش وصلي وصوم وحج، وانا بدعي لك وانت رايح وبدعي لك بالسلامه وانت جاي، بس ما تختلقش اي نصوص عشان تتحكم في حياتي. انا انسان من حقي ان اعيش بحريه، من حقي ان انا اعيش بامان، لكن تعاليمك بتسبب لي عدم امان، فسامحني، انا لازم اقاومك ولازم اقاوم فكرك. طبعا انا بدايه باشيد بالاخت دي، ويا ريت الصوره دي توصل لها، ونقول لها على راسنا من فوق يا بنتي، على راسنا من فوق، وبنعزك وبنحترمك انت وكل اخواتك، معها اخوات مسلمين اهو جايين مليانين حب ومليانين محبة ومليانين تسامح.
التسامح اللي بيخلي الإنسان يعيش، الحب اللي بيخلي الإنسان يعيش وعمره يطول، هو ده اللي احنا بنطلبه، هو ده اللي احنا بنطلبه. ده البداية دي اللي انا بتكلم فيها قبل ما ادخل على اساسيات الحلقة بتاعتنا. الحقيقة انا شفت الحلقة بتاعت سيادة الرئيس السيسي مع قناة السي بي اس، وشوفوا هقول لكم حاجة يمكن تستغربوها قوي. برغم ان انا بنتقد الرئيس السيسي كتير في حلقات وبنتقد سياسته، انا ما فيش بيني ما بينه حاجة والله، وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني انت من بكرة لو مشيت مع الشعب المصري كله بكل طوايفه حلو، انا هقول لك امين وامشي وراك سيادة الرئيس. لو شفت منك فعلا تحركات جدية مش روتينية، انا هقف وراك وممكن انسى اللي فات، بس اقول اهو ابتدى، بس ابتدى صح، مش ابتدى بخداع او مش عشان يخدعنا. لاني من الصعب جدا، يعني ممكن تخدع الناس بعض الوقت ولكنك لا تستطيع خداع الناس طول الوقت. والوقت كاشف للضمير، والوقت كاشف للحقيقة، والوقت كاشف للقضاء وللقدر. عشان كده النهاردة انا بقول لك، مع اني انا بهاجم سيادة الرئيس السيسي، لكن في لقائه على قناة السي بي اس اللي انا شفته، انا تألمت، تألمت ليه. كان نفسي يعني يكون في وضع احسن من كده وما يتزنقش الزنقة اللي هو اتزنقها. الحقيقة الاسئلة كانت مربكة، ويمكن يعني الاجابات بتاعت سيادة الرئيس ما كانتش قانعة، ما كانتش مقنعة. عشان كده يعني من السؤال اللي سألوه له الراجل المذيع بتاع سي بي اس، بيقول له حضرتك عندك سجناء حوالي 60,000 سجناء سياسيين ما عملوش حاجة، ناس أبرياء. فرد عليه قال له أنا ما عنديش سجناء سياسيين، أنا ما عنديش خالص سجناء سياسيين، كل السجناء اللي عندي دول إرهابيين بيستعملوا السلاح. طبعا قبل ما يكون المذيع عارف ان الاجابة دي غير صادقة، احنا كمصريين عارفين ان الاجابة دي غير صادقة. فين الدكتور شريف حافظ يا سيادة الرئيس السيسي؟ فين الدكتور شريف حافظ؟ الدكتور شريف حافظ عمره ما مسك سلاح، عمره ما مسك سلاح. الراجل بيكتب استفسارات على الفيسبوك بيقول رأيه، ولم يدع يوما لثورة، ولم يدع يوما لانقلاب، ولم يدع يوما لانقلاب على الجيش او على الرئيس. اتخذ الراجل من يوم 20/6 وقال كده، كتب ستيتس على الفيس قال بيعتقلوني من البيت، وبعد ما اعتقلوه اختفى من 20/6. بعدها باسبوع لقينا الستيتس بتاعت بيعتقلوني من البيت اتشالت وقعدت البوستات اللي قبلها. معنى كده ان اللي قبض عليه واعتقله ارغمه ان يفتح الاكاونت بتاعه بتاع الفيسبوك ويشيل البوست بتاع بيعتقلوني من البيت ويسيب باقي البوستات. ومن يومها ومن 20/6/2018 لغاية النهاردة احنا ما نعرفش الدكتور شريف حافظ حصل له ايه. دكتور شريف حافظ انسان محترم، استاذ للعلوم السياسية، انا كان صديقي وكان بيتصل بيا تليفونيا لما كنت في مصر، وكان هو كان يعشق حسني مبارك، يعشقه بكل جوارحه. انا عن نفسي كمسيحي انا كنت بعترض على حسني مبارك لانه كان بيعمل حاجات ضدي وكان بيضطهدني، لكن اي مسلم يعترض على حسني مبارك انا بصراحة اشك في عقلياته، لان حسني مبارك عمل كل حاجة للانسان المسلم كويس، الا اذا كان فيه شوية حاجات جانبية تجارية دي انا ماليش دعوة بيها، لكن هو ما اضطهدش المسلمين ولا عمل لهم حاجة. المهم نرجع لشريف حافظ. شريف حافظ حتى وان اختلفت معاه فكريا في محبته وعشقه الرهيب لحسني مبارك، لا يجب ان يعتقل. يعتقل ليه؟ يعتقل ليه؟ ده من الناس يا سيادة الرئيس السيسي. على فكرة احنا اسم الدكتور شريف حافظ وديناه للبرلمان الاوروبي والمنظمات العفو الدولية وقلنا لهم عليه، وكمان في الامم المتحدة ذكرنا اسمه كمعتقل سياسي فبالاسم،
واحنا مش هنسكت، يعني مش هدافع عن المسيحيين بس، لا هدافع كمان عن المسلم. يعتقل ليه شريف حافظ؟ عمل ايه؟ الاستاذ نبيه النقيب المحامي، مجرد انه بيدافع عن الاقباط في بوستاته تم اعتقاله. الراجل ما عملش حاجه، بيدافع عن الاقباط، بيقول ابناء الوطن، بيقول اخواتنا في الوطن ليهم حقوق في الوطن مضطهدين، يعتقل ليه؟ ده معتقل سيادتك يا سيادة الرئيس السيسي، ومعتقل سلمي، والراجل عمره ما مسك سلاح. عاصم المرزوقي، ولا عاصم المرزوقي عمل ايه؟ حاول يعمل استبيان، مجرد استبيان. حصل له ايه؟ اعتقل. مسك سلاح؟ لا، هو مسك سلاح في حرب 73 لما كان بيحارب، لانه كان من افراد الصاعقه، وكان بعد كده سفير بيمثل مصر في الخارج، لكن مجرد انه اعترض او سلك سلوك معين اعتقل. ده مش معتقل يا سيادة الرئيس السيسي؟ القبيصي اللي هو ترشح قبل كده للرئاسة، ده مرشح من حقه يترشح، اتحكم عليه حكم جائر ب6 سنين سجن. ليه؟ لمجرد انه هو ترشح، هو لابس البدلة العسكرية. طب ما انت سيادة الرئيس السيسي لما رشحت نفسك كنت لابس البدلة العسكرية، كنت لابسة سعادتك، كنت لابس البدلة العسكرية، فليه اللي بيمشي عليك ما يمشيش على غيرك؟ دول اللي انا قلتهم، اللي انا اعرفهم، ان شريف حافظ ونبيه النقيب وعصام المرزوقي كانوا اصدقائنا على الفيسبوك ونعرفهم. في غيرهم كتير 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 كتاب وصحفيين اعتقلوا، واللي ما اعتقلش اسف، واللي ما اعتقلش نام في بيته، نام في بيته. فهل هتقدروا اذا قدرتوا تخدعوا الشعب وكله يسكت وكله ما يتكلمش وتكميم افواه ومخبر على كل بيت وعفريت لكل مواطن، العالم الخارجي بره ما يعرفش، العالم الخارجي بره ما يعرفش الحقيقه؟ لا، العالم الخارجي عارف الحقيقه. السؤال الثاني اللي هو لما بيساله المذيع بيقول له حضرتك احنا انت بتاخد فلوس من امريكا وبتاخد فلوس ومعونات من دول اوروبيه عشان تحارب الارهاب، والارهابيين اللي عندك كلهم عباره عن 1000 ارهابي موجودين في سيناء، 1000 ارهابي موجودين في سيناء، وصل المبلغ اللي حضرتك اخدته لمليار دولار، ولغايه الان الارهاب موجود في سيناء ليه؟ فرد عليه بابتسامه ظريفه جدا، قال له طب ايه المشكله؟ ما هي أمريكا بتحارب الإرهاب في أفغانستان، وصرفت تريليون دولار لمحاربة الإرهاب في أفغانستان، ومع ذلك ما قضتش عليه. كلكم ممكن تفكروا دي إجابة حلوة، لا، الإجابة مش صح. سبب بسيط جدا، أفغانستان أمريكا مش رئيستها، يعني سيادة الرئيس السيسي رئيس مصر، سيادة الرئيس السيسي رئيس مصر، لكن أوباما ولا كلينتون ولا غيره مش رئيس افغانستان. فهو لما يحارب الارهاب بقدر ويسيب ارهابيين، ده الغرض. اثاره قلقله، خلي البلد مهزوزه، زعزعه الاستقرار في هذه البلد، ما هي مش بلده كفي افغانستان. لكن انت كرئيس مصر تسيب ارهابيين ليه؟ يعني يمكن في افغانستان هم سايبين لغرض في نفس يعقوب. الامريكان سايبين ارهابيين لغرض في نفس يعقوب، لانهم هم اللي صنعوهم. امريكا هي اللي صنعت ابن لادن، وامريكا هي اللي صنعت القاعده، وامريكا هي اللي صنعت داعش دلوقتي، وبتسيبها وبتحركها من مكان لمكان لغرضها، انها صنعتهم وبتستفيد من وجودهم. فهل سياده الرئيس السيسي انت بتستفيد من وجود الارهابيين في سيناء زي ما امريكا بتستفيد من وجود الارهابيين في افغانستان؟ يبقى حضرتك الاجابه كلها غير منطقيه، واسقاط وهروب من السؤال. أنا مش هارب، أهرب من إجابة بإجابة. الرئيس ترامب ولا أوباما ما سابش الإرهابيين عنده في أمريكا، لا، ده سايبهم في أفغانستان، ولا تفرق، ولا تفرق معاهم. لكن أنت سايب إرهابيين في بلدك، أنت سايب إرهابيين في بلدك. دي النقاط اللي أنا يعني ما عجبتنيش في الأسئلة وفي الإجابة، وكان المفروض يكون عندنا اجابات مقنعه اكتر من كده، تظهرنا بشكل اكتر من كده، مش تظهرنا بشكل الالتفاف على الاجابه وما عندناش اجابه.
كان ممكن الإجابة تبقى نو كومنت أفضل. يعني لو أنا قلت نو كومنت على الإجابة دي أو مش هجاوب على السؤال ده خلاص أحسن، لكن أنا أجاوب بالطريقة دي مش حلو. لما جينا لموضوع الكنيسة ودخلنا الكنيسة وحوار سيادة الرئيس في الكنيسة، اتكلم حلو قوي وربنا حافظ الكلام دوت والبلد والمحبة وانتوا اخواتنا، لكن في جملة قالها ما كانش المفروض يصح تقال من رئيس جمهورية: الفتن مش هتنتهي. الفتن مش هتنتهي ليه يا سيادة الرئيس؟ ليه الفتن مش هتنتهي؟ ده السؤال اللي بسأله لك أنا. هل حضرتك بتسبق عشان في فتن جاية في الطريق فنتوقعها؟ والفتن مش هتنتهي ليه؟ وليه الفتن في كل الدول ممكن تنتهي إلا في مصرنا الحبيبة مش هتنتهي؟ هل إن في ناس بتستفيد من الفتن دي؟ هل إن في قيادات بتستفيد من وجود الفتن دي؟ فمنلغلشها كده من بعض كده حتة حتة كل شوية عشان نشوف الأخبار إيه؟ طبعاً يعني التكة بتاعت الفتن مش هتنتهي دي اللي قالها الرئيس احنا لقطناها بسرعة. ما معناها توقعوا ان في حاجات جاية في الطريق؟ عموما احنا بنتوقع في حاجات جاية في الطريق، لانكم انتوا الحقيقة ما بتخبوش عننا حاجة. يعني انتوا يعني بصراحة يعني قبل ما بيحصل اي انفجار او اي حاجة بتقولوا لنا، يعني زي كده مثلا ايه، هنفتح المعبر مثلا عاجل، في فتح للمعبر، هنفتح المعبر يوم كذا وكذا. نعرف احنا ان بعد فتح المعبر ده على طول بتتم جريمه تفجير في كنيسه، قتل، المهم لازم بعد فتح المعبر. فانتوا بتدوا الشفره، يعني انتوا كحكومه بتقولوا لنا ان احنا خلوا بالكم احنا هيحصل تفجير الفتره الجايه. الشفره هي فتح المعبر، ولو اني اشك ان خالص المعبر ملوش اي علاقه بالتفجير وهاجي لكم ليها. لكن انا قبل كده حكيت لكم قصة ظريفة عن فيلم امريكي، استنوا عليا هحكي لكم حاجة اجمل. شايفين المنظر ده؟ المنظر ده منظر فيل إليفانت واقع في حفرة غويطة، والحفرة مليانة طين، مليانة طين. الفكرة دي بيعملوها الصيادين في أفريقيا علشان يصطادوا الفيل. ركزوا معايا في اللي جاي. بيقولك إن فكرة اصطياد الفيل وترويضه هي نفس الفكرة اللي بتعملها الحكومات في ترويض البعض من شعوبها، وعملوا إسقاط على القصة اللي بتحصل مع الفيل باللي بيحصل مع الأقباط في مصر. قال لك ايه؟ قال لك عشان يصطادوا فيل، والفيل صعب جدا انك تروضه لما يكون فيل بري شرس، صعب جدا انك انت تروض هذا الفيل لانه عنيف وقوي. وعلى فكرة في ناس تقول لك ملك الغابة اساسا مش الاسد، ملك الغابة الفيل لقوته. يعني الاسد ما يقدرش يجي يتخانق مع فيل، الفيل يهزمه، لو حط عليه رجله يموته، خلص الموضوع يعني. فقال لك الافريكان عشان يصطادوا الفيل يعملوا ايه؟ يعملوا حفره كبيره وفيها طين وميه زي كده، روس تبقى لينه، ويغطوا الحفره، يغطوا الحفره بقصب وشويه اخشاب هشه يغطوها. المهم يطاردوا الفيل لغايه ما الفيل ينزل في الحفره دي، يعملوا ايه بعد كده؟ يسيبوا الفيل يومين ثلاثة أكتر لغاية ما يتعب. بس ايه؟ كل يوم يعملوا ايه؟ يجوا ناس لابسين أحمر بكرابيج وينزلوا ضرب في ايه؟ في الفيل فيتألم، ينزلوا ضرب في الفيل فيتألم، ينزلوا ضرب في الفيل فيتألم. هو في قمة الألم يجوا ناس لابسين أخضر يزيحوا الناس اللي لابسين أحمر ويمشوهم ويرموا شوية أكل ولا حاجة كده للفيل ويمشوا ما يكلمهوش. المهم المنظر ده يتكرر أكتر من مرة، ييجوا الناس اللي لابسين أحمر يضربوا في الفيل، ويجوا الناس اللي لابسين أخضر يمشوا اللي بيضربوا ويرموا شوية حشيش. لمين؟
للإليفانت للفيل وما يحاولوش يطلعوه، لكن اترسخ في ذهن الفيل ان كل ما هيجين ما هيجوا اللابسين احمر عشان يضربوه، يستحمل شوية لغاية ما يجوا اللابسين اخضر يطردوا اللابسين احمر. في الاخر خالص بعد ما يستوي الفيل والفكرة دي تتعتق، يجوا اللابسين اخضر يطلعوا الفيل، مع ان اللابسين اخضر واللابسين احمر من فرقة واحدة. اللابسين احمر واللابسين اخضر من فرقة واحدة، لكن صاحبنا ده استأنس للابسين اخضر ومشي معاهم صاغرا اللي يقولوا له عليه يعملوا شيل شيل، اقعد اقعد، اطلع اطلع، ارقص ارقص، اتحط اتحط، اتبط اتبط. يبقى هنا عرفوا يروضوا هذا الفيل. يقول لك نفس القصة دي بتتم مع الأقباط في مصر. نفس المجموعة اللي بتضربك هي نفس المجموعة اللي بتبعت لك ناس تطبطب عليك. الله، ايه الكلام ده يا دكتور؟ ايه الكلام ده يا دكتور؟ ده كلام صعب. هو صعب للي ما يفهمش سياسة واللي ما يفهمش ألاعيب سياسية، وللي قاعد يا عيني كافي خير شره مش فاهم الأشكال اللي حواليه بتتصرف إزاي. هنيجي بكل بساطة كده أقول لكم الفيلم اللي قلته لكم قبل كده، بس براجعه لكم تاني لأنه هيحل لكم الفزورة كلها، ونتمنى إن احنا نكون نظريتنا مش مظبوطة أو نظريتنا مش صح. في فيلم أمريكي من فترة طويلة من وأنا في الجامعة حضرته، يعني من يمكن من أكتر من 25-30 سنة، يعني قال لك ضابط مكافحة مخدرات، ضابط مكافحة مخدرات بيكافح المخدرات، وأثناء مكافحة المخدرات الناس اللي بيكافحهم قتلوا مراته. يبقى هو ضابط في جهاز من أجهزة الدولة بيكافح المخدرات، ونجح كتير قوي في إفشال مخططات كبيرة لتهريب المخدرات، لكن في الآخر قتلوا مراته اللي هو بيحبها. فأول ما قتلوا مراته تحول تحول تام إنه يبحث عشان ينتقم ويعرف مين اللي قتل مراته. يكتشف في نهاية الفيلم إن اللي قتلوا مراته هم ضباط آخرين في جهاز آخر موازي ولكن لتهريب المخدرات. يبقى هو ده ضابط شغلته يكافح تهريب المخدرات، في جهاز تاني تابع للدولة، يعني التنين تابعين للدولة، بس ده انت تهرب مخدرات، ده انت تكافح تهريب المخدرات، وده ماشي في سكة وده ماشي في سكة. اكتشف هذا الضابط ان اللي قتلوا مراته ضباط من جهاز تصدير المخدرات. قال لك ازاي؟ قال لك الدولة متقسمة، في جهاز يهرب سلاح ويهرب مخدرات ويهرب دائرات، وفي جهاز يكافح الدائرات ويكافح المخدرات ويكافح السلاح، وهم الاثنين جايين من منظومة واحدة. طيب هل ده عندنا حصل؟ حصل في مصر عندنا، واتكشف في ثورة 25 يناير ان احنا كان في اتقسمت الاجهزة، فاصبح مثلا جهاز المخابرات العامة ولاء للسيد الرئيس حسني مبارك، وجهاز المخابرات الحربية بقى ولاء الحتة تانية خالص، وامن الدولة بقى ولاءها الحتة تانية خالص. اللي بيبين ده اكتر من حاجة، يعني عمر سليمان ما تقتلش كده لله فلله، عمر سليمان ما تقتلش كده لله فلله، مراد موافي برضه ننسينا ما نقوله، اللي هو مراد مش معتقل ومحدد الإقامة لله فلله، رئيس المخابرات السابق اللي اتشال ما اتشالش لله فلله. طيب فبيقول لك ايه الخبر ده؟ جه في جريدة المصري اليوم وفي جريدة كلمتي في 20 ديسمبر 2014،
ملخص الكلام انه مديرية امن الدقهلية اللي اتفجرت في 24 ديسمبر 2013 قبلها في سنة، واستشهد فيها 14 من رجال الشرطة، واتصاب 130 من كبار ضباط الشرطة والمواطنين. قالت الجريدة، ومصدر الجريدة ايه؟ قالت الجريدة عن جهات مسؤولة مخابراتية سيادية ان الذي قام بعملية التفجير مرشد يعمل مع جهاز الامن الوطني اسمه امام مرعي امام محفوظ، وشهرته ابو مريم مواليد سنة 73. يعني قال لك تفاصيل القصة ان ابو مريم ده اللي هو امام مرعي امام مسكته امن القاهرة اكتر من مرتين، وكل مرة حد يجي يطلعه. المرة التانية اتمسك في حاجة كبيرة هيتسجن فيها سجن كبير، عمنا امام مرعي امام. جه لواء من امن الدولة، وقابل لواء شرطة في امن القاهرة، واللواء بتاع امن الدولة قال للواء الشرطة لا، الراجل ده سيبه، ده هيشتغل معايا من دلوقتي ورايح مرشد، ده هيشتغل معايا من دلوقتي ورايح مرشد. يبقى امن الدولة الامن الوطني اخد امام مرعي امام اللي هو ابو مريم وشغله معاه مرشد. نكتشف بعد كده ان امام مرعي امام ده هو اللي فجر نفسه بعربية ملغمة في مديرية امن الدقهلية، ويتقتل فيها 14 من رجال الشرطة، ويصاب فيها 130 من الضباط ومن المواطنين. يبقى في اللحظة دي في جهاز لعب ضد جهاز. طيب الخبر ده اللي طلع من جريدة المصر اليوم ومن جريدة الكلماتي، لا حققت فيه الداخلية ولا علقت ولا قالت ايه عنه. كفى خير، لا سمعنا عن لواء امن الدولة اتحقق معاه، ولا سمعنا عن اي شيء بخصوص القضية دي. ايه الحكاية يا عم؟ الله، ده بيفكرني بالفيلم الامريكي. هنا جهاز امن الدولة كان بيلعب ضد جهاز مديرية امن الدقهلية، بل وفجروا المديرية وموتوا 14 واصابوا 130، وفي دولة واحدة، جهاز ضد جهاز. يبقى في اكتر من حاجات احنا ممكن ما نستوعبهاش. طيب ده يخلينا ايه؟ ده يخلينا نشك في حاجات كتير. ده معنى ايه؟ المرحوم مصطفى اللي توفى ازاي المرحوم مصطفى، و اللي حصل ازاي، ايه القصة، وازاي انفجرت فيه القنبلة. الحقيقة اللي حصل بالظبط، وبرضو نركز في القصة دي تاني عشان نفهمها ونفهم حصلت ازاي. بيقول لك ان في مبنى من 4 أدوار موجود في منطقة مدينة نصر. مدينة نصر طبعا فيها جامعة الأزهر وفرع تاني من جامعة الأزهر وغيره. المهم ما علينا، العمارة دي 4 أدوار قصاد كنيسة. العمارة الـ4 أدوار الجزء الأرضي فيها جامع، الدور التاني مقفول، الدور التالت حضانة، الدور الرابع سكن لطلاب الأزهر، وبعد كده السطوح. حلو، يبقى الدور الأرضي جامع، الدور التاني مقفول، الدور التالت حضانة، الدور الرابع سكن لطلاب الأزهر. ما أثير إن في ولد من طلاب الأزهر كان نازل بس شكله مرتبك، فزمايله بيقولوا له في إيه، مالك مرتبك في إيه. المهم اتخانق معاهم وتنفس عليهم وضربهم، فطلعوا فوق في السطوح يبصوا لقوا شنطة. الشنطة فيها ايه؟ الشنطة فيها عبارة عن 4 أجهزة اطلاق صواريخ محمولة بقنابل، يعني زي كده منصة اطلاق صواريخ صغيرة تحط الانبوبة محملة بقنبلة، تضغط عليها بريموت كنترول بأي طريقة تروح متجهة مفجرة بالقنبلة في المكان اللي هي موجهة ليه. طبعا موجهة ناحية ايه؟ ناحية الكنيسة.
منصة إطلاق صواريخ مصغرة ومحطوطة في شنطة كفة بتاعت يعني ممكن تمسكها في إيدك يعني بتتجر يعني. وجابوا الصور بتاعت الولد وكل حاجة. طبعا الولاد لما شافوا كده نزلوا قالوا لإمام الجامع. إمام الجامع طالع راجل محترم، طلع يصرخ في يصرخ في الناس، امشوا يا اخواننا، امشوا في قنابل يا اخواننا، اللي في الكنيسه يطلع، اللي في الشارع يطلع، فاخلوا المكان اخلوا. وبلغوا البوليس. جه البوليس وفيهم الشاب البريء الطاهر مصطفى عبيد اللي لبس اللي هو اللبس المفروض انه ضد القنابل ده في العالم المتحضر يعني، لكن طبعا اللبس ده ما اداش اي نتيجه وانفجرت القنبله ومات الشاب وراح. يعني ضحيه اهمال تعليمي نتيجة إهمال ديني نتيجة إرهاب ديني بيتعلموه الأطفال وبيتعلموه الشباب نتيجة عدم تقنية تكنولوجية وفشل دولي، فشل في الدولة، فشل في الدولة. أنت بتجيب لي رافال وبتجيب لي غواصات وتصرف عليها مليارات ومش قادر تجيب روبوت يفجر القنابل عن بعد، قد كده رخص الإنسان؟ غواصات انت عمرك ما هتحارب، رافال ولا عمرك هتحارب بيها، تصرف عليها مليارات وتخلي الناس تتفجر. روح المصري ده في رقبة الدولة، لان كان المفروض يبقى في ريبوت. الدول المتحضرة دلوقتي بتجيب ريبوت يتحرك يشوف القنابل دي ويفككها، وحتى لو انفجرت في الريبوت الريبوت يغور، لكن روح الانسان اهم 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 اهم. لكن للأسف روح الإنسان سواء مسلم أو مسيحي لدى القيادات ما تهمهمش، ما تهمهمش، هم عندهم أهداف تانية وتركيبات تانية وحاجات تانية. دي بالنسبة لقصة يبقى كده فهمنا إن احنا ممكن تكون أجهزة. طيب السؤال هنا، مين اللي حط القنبلة اللي انفجرت في الشاب ده؟ واحد أزهري. برجع داني وأقول عشان بس الشيخ الأزهر دايما يقولك إيه، مفيش إرهابي خريج أزهر، وأنا قلتها قبل كده، قلت مفيش إرهابي مش خريج أزهر. أهو أهو طالب أهو لسه بيقول يا لسه بيقول يا هادي أهو، حط قنابل ومنص الصواريخ. السؤال التاني اللي هو دايما يدخل يعني كده دايما، ليه دايما الدولة بتحاول توجهنا دايما ناحية حماس وناحية المعبر، وكل ما يكون ناويين يعملوا تفجير ولا حاجة يفجروا يقول لك هنفتح المعبر يوم كذا عاجل، فتح معبر رفح في الاتجاهين من يوم السبت إلى الثلاث لعبور الطلبة والحالات الإنسانية. يا أخي عنهم ما تعالجوا، لو أنت فعلا مدرك أنهم هيفجروا لك في بلدك عنه ما تحد تعالج، وعن ما يكون في إنسانية، طالما اللي داخل هيهدد أمن بلدي أقفله، أم المعبر ده أقفله بالضبة والمسلح واجيب اسمنت واعمل حيطه يا ولد، اعمل حيطه يا ولد. لكن تقول لي امتى فتحت المعبر عشان تقول لي بعد يومين يحصل تفجير يبقى انا اقول المعبر ده عنده مننص. الكلام ده ياكل عنده مننص ليه بقى؟ هو انا عشان يجيني ارهابيين او يجيني سلاح او تجيني صواريخ او تجيني 4x4 من المعبر؟ ماشي، عدت 4x4 يا حبيبي من المعبر، ماشي، دخلت ازاي لمصر؟ ما هو عشان تدخل لمصر لازم يتعدي من نفق الشهيد احمد حمدي، يتعدي من فوق قناه السويس بعبارات. يبقى انت كده تحت نظرك في نفق الشهيد احمد حمدي، لو هي بتعدي يبقى بتعدي بمزاجك، ولو بتعدي من قناه السويس بمزاجك، ولو اني استبعد ده وده. انا اعتقد ان كل ما يحدث يحدث جوه، هي بس حكايه المعبر وفتح المعبر دي عشان انت وغيرك يقول اه والله ده جاي لنا من حماس. الدوله مالهاش، الدوله بتكافح الارهاب زي ما بيقتلونا، بيقتلوا الدوله وبيقتلوا الارهاب وبيقتلوا بنودنا وبيقتلونا، كله جاي من هناك. لا مش جاي من هناك يا حبيبي، الكلام ده تقوله عندهم مننص. وعلى فكره في واحد صاحبي بيقول لي اسمها ام مؤنص، لا حبيبي، ام مننص اللي انا اعرفها غير ام مؤنص اللي انت تعرفها، لان انا ام مننص دي بتابعي انا مختلف عن ام مؤنص بتاعتك. ماشي، عشان في واحد بيقول لي اسمها ام مؤنص، لا امها اسمها ام مننص عندي انا، اللي اعرفها انا بتاعتي انا واسمها ام مننص، ام مؤنص دي بتاعتك انت. خلاص، فهو عايز يقنعك بده
هو لو عايز يحارب الارهاب كان حاربه، كان حاربه من المنبع، لكن هو سايبه وسايبه ينتشر وسايبه يترعرع، لانه بيستفاد منه، هو بيستفاد منه. مين اللي حط الدول؟ ما هو ممكن يكون اللي حط دول زي اللي راح في كنيسه ماريمينا في حلوان وكان مكلف من الدوله، وكانت المدرعه ماشيه وسايباه يتمشى في الشارع رايح جاي نص ساعه، ولا قربت منه المدرعه ولا حاجه، وليه ما مسكوا عم صلاح وضربوه؟ قال لعم صلاح انت مش فاهم حاجه، طبعا انت مش فاهم حاجه، لان سياده اللي هو فلان الفلاني هو اللي مكلفه بالمهمه دي، لان سياده اللي هو فلان الفلاني هو اللي مكلفه بالمهمه دي. الناس مسكته لما مسكوا عم صلاح، الشرطه جات ومسكته ليه؟ خافوا عليه من الناس لا يموتوه، ما هو ممكن يحتاجوه في عمليات ارهابيه تانية. انا غلط، انا بتساءل، كلامي ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، بس فين الراجل ده دلوقتي؟ محدش يعرف. هتم معاه ايه؟ محدش يعرف. اتسجن ولا اتخذ انكاجي؟ محدش برضه يعرف. عشان كده بقول لكم انا اني مش كل المظاهر اللي بتبان قدامنا لازم نصدقها، لا، لازم نكون مركزين دماغنا وفاهمين اللي بيحصل. حاجة تانية، يجي لك اول ما قالوا حصل القنبله اللي انفجرت في الاتوبيس بتاع المريوطيه، اتوبيس معدي انفجرت القنبله وموتت اربعه، موتت اتنين فيتناميين وموتت السواق وموتت المرشد، كله فكر يلزقها في المرشد، يقول لك المرشد اصل انتماءاته. يا سلام، لا مش كده خالص، مش كده خالص. ال 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 القنابل جت من حماس ولا من سينا المره دي؟ طب انتوا ناسين اني اساسا اللي جم في سينا الدوله هي اللي سمحت لهم 3000 ارهابي، 3000 جهادي يعودون الى مصر من افغانستان والشيشان والبوسنه والصومال وايران، ده في مصر اليوم في سنه 31/3/2011، 31/3/2011 تحت اشراف مين تم ده؟ ال 3000 جهادي اللي جم في سينا تحت اشراف مين؟ حسين طنطاوي. مين كان ساعتها رئيس المخابرات الحربيه؟ طب جابوهم ليه؟ طب اللي جاب حاجه ما يقدرش يرجعها مكانها؟ اللي حضر العفريت ما يقدرش يطرده ولا ايه؟ ولا هو استخفاف بعقلياتنا؟ الغريبه بعد الحادث المأساوي ده، الانفجار اللي تم، يطلع واحد من بتوع الامن، احنا عندنا خبراء امن، خوابير امنيه عاليه المستوى، يعني الخبور منيهم خبور بجد، خبور 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 خبور، يطلع رئيس الوزراء بيقول لك اتوبيس الهرم خرج عن مساره المؤمن من الداخليه، يعني في مسار مؤمن من الداخليه، فالاتوبيس طلع بره المسار ده مشي في طريق تاني، ففي واحد طيب الله يرحمه اللي هو محمود عبد العزيز، دايما احنا بنجيب اشكال ناس بترد وبنقول فلان الفلاني، يعني مره قلت عادل ادهم قالوا لي عادل ادهم مات، انا ما اقصدش عادل ادهم، انا عارف ان عادل ادهم مات لان عندي خبره فنيه كويسه جدا، لكن لما بيجيبوا سيره عادل ادهم بقول عادل ادهم بيقول هو في الشكل او في الصوره بيمثل الشعب، بيمثل حد من الشعب، ففي الصوره هنا لما بيقول لك رئيس الوزراء اتوبيس الهرم خرج عن مساره المؤمن من الداخليه، فمحمود عبد العزيز الله يرحمه قال ايه؟ طب واللي زرع القنبله عرف ازاي ان الاتوبيس هيخرج عن مساره؟ اللي زرع القنبله عرف ازاي ان الاتوبيس هيخرج عن مساره؟ على فكره حتى لو بتستخفوا بعقليات الناس البسيطه، لكن في من عقليات الناس البسيطه اللي بيفقس التايهه واللي بيفقس حركات الحكومه القرعة. يعني ايه رئيس وزراء يقول لك الاتوبيس خرج عن مساره؟ يعني ايه خرج عن مساره؟ جمهوريه، انت ليك انك تامن جمهوريه يمشي براحته اتوبيس سياحه في اي طريق،
وانت لما بتأمنه ايه، ما انت المفروض تمشي قدامه حراسة، تمشي قدامه غيره، او تمشط المكان، او يبقى عندك المسارات كلها اللي بتأدي لمكان ما تأمنها بكاشفات القنابل. لكن الفشل هو كده، الفشل هو كده، يطلع خبور امني تاني انيل وادل، اسوأ ما اسوأ من انجبت البشرية من بشر، يقول لك ايه عن الحادث الارهابي اللي حصل، والاخبار بتتنشر يقول لك عملها عيل هايف، والحمد لله ما فيهوش اوروبيين او امريكيين. ده بقى اللي جه كحلها عماها، ده يثبت لك ان يا ريت الفلوس اللي اتصرفت على الكرافات وعلى القميص والبدله اتصرفت على تعليم هذا الشخص، تعليمه تعليم صح. تعليمه ايه؟ تعليمه التعاليم الانسانيه. يعني ايه الحمد لله ما فيهوش اوروبيين او امريكيين؟ هي الانفس، الروح البشريه فيها خيار وفقوس، فيها روح بتمن وروح من غير تمن. ولا انتوا المقاس اللي بتقيسوا عليه الذميه والذميين، ولا يؤخذ دم كذا بدم كذا، عملتوا تصنيفات للبشر وتصنيفات للشعوب وتصنيفات لخلقه الله، خلقه الله. انت مالكش دعوه فيتنامي ولا اوروبي ولا غيره، انت بني ادم على ارضك، مفروض يكون مكفول بحمايه، مفروض يكون مكفول بحمايه، مفروض تحميه. لكن الاشكال دي هي اللي بتقود البلد، ويطلع يقول خبير امني. امال لو مش خبير كان قال ايه؟ لو مش خبير كان قال ايه؟ طبعا حقيقة انا لما ببتدي، عشان بس الجملة اللي قالها سيادة الرئيس لما قال الفتنة مش هتنتهي، الرئيس ممكن ينهي الفتنة تماما. ليه؟ لان الناس على دين ملوكهم، تقول له يمين يمين، تقول له شمال شمال، الناس على دين ملوكهم. لما يطلع لك واحد زي برهام افندي، الحقيقه انا كل ما بشوف برهام افندي اللي عامل له هلمه وزيطه، بفتكر مشهد من مسلسل الجماعه عن لقاء شمس بدران مع سيد قطب. معرفش ان شمس بدران هو بيحقق مع سيد قطب، قال هاتوا مرايه، واصر ان تجيله مرايه، قالوا له مفيش مرايه هنا، قال له بص روحوا للحلاق اللي بيحلق، حكيت صحوه من النوم هتلاقوا عنده مرايه هاتوه. ده واحد من الظباط اللي قاعدين جنب شمس بدران، لما شمس بدران يقول عايز مرايه تجيله مرايه، فجابوا للراجل مرايه، جابوا لشمس بدران مرايه، فشمس بدران اخذ المرايه واداها لسيد قطب، قال له بص في المرايه، بص في المرايه. فقال له ايه؟ شايف ايه؟ كان عايز يقول له ايه؟ شمس بدران لما قال لسيد قطب بص في المرايه، كان عايز يقول له ايه؟ كان عايز يقول له ان الكراهيه بتغير شكل البني ادم. كان عايز يقول له ان الكراهيه والحقد والتعاليم الشيطانيه وفكر الكراهيه بيغير شكل البني ادم وبيخليه كده شكل غريب. كان عايز يقول له ايه؟ أنا بصراحة سرحت في الجملة اللي قالها شمس بدران في المسلسل، ولو إن في ناس بتختلف على شخصية شمس بدران من الضباط الأحرار إنه كان عنيف وكان ديكتاتور، وفي ناس كتير اتكلمت عنه كتير، لكن أنا بتكلم على الجملة دي. كان يقصد بيها إيه شمس بدران؟ إنه يقول لسيد قطب بص في المراية. الحقيقة برهاني، الشيخ برهاني بيقول لك تهنئة النصارى بأعيادهم أكثر شرا من شرب الخمر وممارسة الزنا. الحقيقة دايما يطلع لنا في المواعيد، ما يتأخرش، يعني في عيد القيامة لازم يجي لنا، في عيد الميلاد برضو اللي الدولة، طب عيد القيامة مثلا ما بتعترفوش بيه، ماشي، طب عيد الميلاد ما انتوا بتعترفوا بيه، مولد سيدنا عيسى اللي بتسموه عيسى، انتوا بتسموه عيسى وبتقولوا عليه سيدنا عيسى ووجيها في الدنيا والآخرة وهو من المقربين، كل الكلام ده بتقولوه على سيدنا عيسى. ليه عيد ميلاده وتهنئة النصارى بعيده أكثر شرا من شرب الخمر وممارسة الزنا؟ ليه؟ طب يا شيخ برهامي، مش الخمرة والزنا ده
هو اللي بتبشر بيه المجاهدين اللي بيفجروا نفسهم، بتقول لهم هتروحوا تلاقوا حواري 70 حورية تناموا معاهم، وهتلاقوا سراير وكل سرير عليه 70 حورية، ولكل حورية 70 خادمة تنكح الحوريات وتنكح خادماتهم وتعيش نكاح في نكاح في نكاح. مش هو ده اللي بتقوله لهم؟ مش بتقول لهم هتروحوا هناك وتنكح الحوريات وأنهار من خمر وأنهار من عسل؟ هي الخمرة بقت وحشة في الأرض وبقت حلال في الجنة يا سيدنا، الممارسة الزنا بقى حرام في الأرض وحلو فوق، وربنا يقعد يعرض لنا فوق واحنا بن 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 مش قادر يعني، عشان بس الألفاظ ما تخرجش عن السبل. طيب الراجل ده سيادة الرئيس السيسي اللي بيقول الفتن مش هتنتهي، طيب يا سيادة الرئيس ما انت عارف اسباب الفتنة، ما تنهيهاش ليه؟ ايه استفادتكم من وجود الفتنة؟ وهل واحد زي ده انتوا ما تقدروش عليه؟ لا تقدروا. انا ما اعتقدش ان برهامي اقوى من سامي عنان، ده انتوا سامي عنان ريحتوه تريحة قدر مقتدر، حطتوه يعني حسبتوه وحطتوه في المكان الملائم، احمد شفيق حطتوه في المكان الملائم، عصام المرزوقي في المكان الملائم، قبيسي في المكان اشمعنى بقى عند برهاني بيتساب؟ حتى برهامي مش حاتم، عشان نقول حاتم مش هيتحاكم، ليه بقى سايبين ابواق الفتنه؟ هل احنا منتظرين تهنئة برهاني؟ لا والله ما محتاجينها، ولا عايزينه يهنينا ويروح من خلقتنا ويبعد عننا، لا عايزين تهنئة منه ولا من اللي زيه، احنا يكفينا تهنئة الناس الحلوة اللي بتجيلنا المحترمة زي الأمورة اللي جات عندنا في الكنيسة، دول دي بألف من الأشكال دي، دي اللي تهمنا، دي اللي تهمنا. على فكرة أنا يمكن أنا ما وريتلكوش الصورة بتاعت منصة الصواريخ الصغيرة اللي اتمسكت فوق البيت، منصة الصواريخ، بس تعاليم ده هي اللي بتأدي لده، تعاليم صاحبنا ده هي اللي بتأدي للتفجير ده، لأنه بيعلمهم تكبير وبعد كده تفجير وبعد كده تفجير. طبعا التعاليم دي لما بتطلع وبتأثر يا سيادة الرئيس على الفتنة، هو يقول ما تهنوش، لكن يطلع واحد تاني يقول لك ايه، فاتح محل في اسكندرية لا يوجد فطائر للعيد، رأس السنة العيد ليس عيدنا، يعني راجل كاتبها على المحل، راجل حلواني في اسكندرية وكاتبها على المحل، مش بنبيع فطير، العيد رأس السنة مش عيدنا ومش بنحتفل بيه ومش بنبيع فيه. أليست هذه تدعو لأن الراجل ده يتاخد ويتحقق معاه لأنه بيدعو للطائفية والعنصرية؟ ده أكتر من النازية، ده أكتر من النازية. إزاي يتساب وفين في اسكندرية؟ اسكندرية اللي في يوم من الأيام كان 90% من سكانها مسيحيين، وأغلب أثارها كانت مسيحية، تتحط في محل فطائر يقول لك لا العيد مش عيدنا ورأس السنة مش بتاعنا ومش بنبيع. طبعا دي الأفكار اللي بتوصل، وبتوصل لمين؟ بتتغرس، إنها بتتغرس من الصغر، ما بتقفش على كده، ما بتقفش إنها بس إنك أنت مش هتبيع ولا تبيع لهم ولا تهنيهم ولا تبيع لهم، لا ده يطلع لك في مبنى محترم في الكربة في مصر الجديدة، وفي شجرة عيد ميلاد يطلع عليها بعد الشباب المتخلف عشان يهدوها، يطلع بعد الشباب المتخلف عشان يهدوها، ومش عيدنا، ويهد شجرة، تهد شجرة؟ ده انت عندك 6.5 مليار بيحتفل بعيد الميلاد، 6.5 مليار على مستوى العالم، هتوقع شجرة يا خايب؟ ده في 6 مليار شجرة منورة، وفي قمم منورة، وفي أبراج منورة لا تقدر عليها ولا تقدر تدخلها أنت ولا اللي زيك. بس الحمد لله
ان برضه في الكربه احقاقا للحق يوجد مثيل للمسلم المعتدل. راحوا رجعوا المسلمين المعتدلين، مش اللي هدموا، لا اللي هم زي جاري وجارك وصاحبي وصاحبك، نوروا شجره الكريسماس تاني وولعوها وقعدوا يحرسوها. دي النخوه. لكن انا بقول من فين لفين؟ من تعليم برهاني للشجره حسب ايه؟ من تعليم برهاني للشجره حسب ايه؟ من الحاجات الغريبه الكوميديه اللي حصلت برضو بوجه لسياده الرئيس، في شاب اسمه حازم الوكيل، ضابط طبعا يختلف عن الله يرحمه مصطفى. ف الضابط ده ظهر بيطلع تأمين حراسات، بيطلع على الكنائس وبيطلع على غيره وعلى غيره. فنظر صورة لبنية ظريفة يعني شيك راقية طالعة من مكان، وكل طقم الحراسة ابتدى يتدور ويلف ويتفحص البنت الحلوة الأمورة دي هي وطالعة. ونشر الصورة دي على أساس هو على اساس ان البنت مسيحيه وطالعه من كنيسه. هو بس اخطا، هقول لكم ليه اخطا. هو نشر الصوره دي، طبعا هو ايه؟ هو زي ما بتقول، هو عايز يقول للظباط والعساكر اللي بيقفوا على الكنائس هيصوا بقى وبصبصوا براحتكم يعني، بس ايه؟ قالها بطريقه ثانيه، قال ايه؟ حبايبي الظباط الحلوين اللي طالعين تامين الكنائس، نلم نفسنا شويه، نمسك اعصابنا ونركز في شغلنا. واحد من اصحابه رد عليه، ظابط زيه يعني، اسمه محمد عماد، قال له والله مستني اليوم ده بالصراحه هتكون الحسنه الوحيده. اهو حبايبي الضباط الحلوين اللي طالعين تامين كنايس، نلم نفسنا شويه ونمسك اعصابنا ونركز في شغلنا. التاني اهو محمد قال له والله انا مستني اليوم ده، هي دي الحسنه الوحيده. طبعا يتضح في الاخر ان البنت مش مسيحيه، البنت مسلمه وطالعه من لجنه انتخاب، والبنت ابوها واحد كبير يعني في وظيفه حكوميه وكبير، والبنت مشهوره واهلها مشهورين. طبعا ده يعتبر تشهير بالبنت، والبنت محترمه. هم عندهم اي انسان كلاس وشيك وهاي طالما مش محجب يبقى مسيحي. لا حبيبي، في مسيحيين مسلمين كتير شيك وراقيين ومش محجبين، وفي طبعا العراقي المحجب، انا ما مش هقول حاجه، بس في برضه ناس رافضين الفكره، رافضين الفكره، وعندهم ما يثبت من احاديث وما يثبت لهم ان ده مش فرض، عندهم كده، ومن اقوال الشيوخ برضه ان ده مش فرض. طبعا الدنيا اتقلبت على صاحبنا حازم الوكيل، والدنيا قامت عليه اول ما لقى حازم الوكيل افندي ان هو خلاص ريحته طلعت، راح قفل الحساب بتاعه على الفيسبوك. قفل الحساب. بس ده بيدل على ايه؟ ان احنا عندنا فجوه فكريه وادبيه واخلاقيه عاليه جدا جدا جدا، عاليه جدا جدا جدا. الخوابير الامنيه عندنا رهيبه، ارض جو، ارض جو، وعندنا خوابير فتويه، وعندنا خبراء في الفتوى، وعندنا ناس حاجه حلوه قوي 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 قوي. يعني قال لك ايه؟ بص كده على الراجل ده، ده رئيس لجنة الفتوى في الأزهر، رئيس لجنة الفتوى. قال لك رئيس لجنة الفتوى يصف المسيحيين بالعقول الضالة، بيدهنوا الإله دوكو. يعني المسيحيين عقول ضالة وبيدهنوا الإله دوكو. يعني أنا مش عارف دوكو فرن ولا دوكو عادي، يعني دهن الإله إيه؟ دوكو فرن ولا دوكو عادي؟ طب الإله لما دهناه اشتكى لك؟ طب الدهان ما عجبوش؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر يا شوية بصراميط. يدهن الإله دوكو ازاي؟ وعقول ضالة ازاي؟ العقول الضالة اللي طلعت القمر وانت لغاية دلوقتي مش عايز اقول لك، بس لغاية دلوقتي بتعمل ايه؟ تدخل بيتك برجلك اليمين ولا الشمال؟ طلع القمر فوق، طلع القمر فوق، وانت بتفكر ازاي بندهن هوا دوكو؟ طب على فكرة احنا مش هديك نوع الدوكو اللي بندهن بيه، الدوكو اللي بندهن بيه مش هديهولك، يحسن تفتكروا كوكاكولا وتشربوا. ادي العقول، رئيس لجنة فتوى.
وفي الازهر وفي الاخر عايز الفتن. طبعا الرئيس قال لك الفتن عمرها ما هتنتهي، لان الرئيس مش عايزها تنتهي، الرئيس مش عايزها تنتهي. لكن يا ريت يا ريت نفكر شويه، مين اللي بيسيء للاسلام؟ احنا عمرنا ما اسأنا للاسلام. يعني واحد ما اتكلمت انا في مره على ابونا زكريا بطرس وقلت بيناقش الاحاديث، وهو الوحيد اللي بيناقش الاحاديث، نط واحد بيقول لا ازاي ورشيد ومش عارف ايمن ومش عارف رأفت ومش عارف، قلت اللي انت مش عارفه يا حبيبي ان ابونا زكريا هو الوحيد المسيحي في دول، رشيد وغير رشيد كانوا مسلمين قبل كده، رشيد ده ابن امام مغربي في الجامع وبقى مسيحي، فهو بيهاجم الاحاديث كمسلم ترك الاسلام، وغيره وغيره كلهم دول كانوا شيوخ، وفي شيوخ رسميين، في شيوخ رسميين، وفي اللي كانوا عمداء في كليات اصول دين وبقوا مسيحيين وبيهاجموا بعض النصوص وبيشرحوها، لكن الوحيد ابونا زكريا بطرس اللي اتكلم في الموضوع ده. وقلت لكم ليه؟ قلت لكم عشان اخوه اتقتل سنه 48 هو رايح يدي في دروس مدارس الاحد، طلع عليه جماعه مسلمين متعصبين قتلوه، فالراجل من يومها قال ايه السر في الارهاب وايه السر في الدمويه دي، فابتدى الراجل يطلع الكتب والاحاديث ويدرسها، وقعد طول عمره يدرسها، واول ما جات له الفرصه ابتدى يقول ايه الاحاديث دي بتقول ايه، وهو يمكن اول من الناس الاوائل اللي هو القى الضوء على ده. وعلى فكره هو ما فيش حد، يعني الكنيسه ما لهاش عليه سلطه، لا البابا اللي عليها سلطه ولا غيره، ده راجل مع نفسه مع نفسه راجل مع نفسه وبيتساءل اسئله وبيقول اللي جاوبوني. فالاسئله دايما تجيني ليه؟ مين اللي ما احنا مش بنهاجم. السؤال اللي برجع له تاني، مين اللي بيشوه صوره الاسلام؟ هاتولي كاهن في مصر وشرايط فيديوهات عندكم للصبح جاب سيره عن الاسلام في الكنيسه، او اتكلم كلمه عن الاسلام او نبي الاسلام في الكنيسه، لا يمكن. هاتولي استاذ في مدارس الاحد بيعلم الطلبه والاطفال جاب سيره الاسلام، او قال يا حبيبي ما تلعبش مع المسلم او ما تقعدش جنب المسلم، مش هتلاقي خالص. التعليم دي مش عندنا. لكن اللي بيشوه صوره الاسلام بعض الشيوخ اللي احيانا بيطلعوا بفتاوي تسيء للاسلام، تسيء للاسلام. يعني انا واي مسلم لو سمعها يتضايق، اي مسلم محترم لو سمعها يتضايق. يعني ايه؟ يعني مثلا الاستاذه سعاد صالح، معرفش هي ليها في الفتوى ولا هو اي حد يفتي وخلاص، طالعه تقول يجوز للمراه ان تتحسس ذكر خطيبها دون النظر اليه للتاكد من حجمه شرط وجود محرم. يعني البنت من حقها تتحسس ذكر خطيبها اللي جاي يخطبها بس بدون ما تشوفه عشان تتاكد من حجمه بس يكون في محرم. طب ده كلام يتقال؟ ده كلام يتقال؟ وده كلام تقوله للدكتوره سعاد صالح؟ ده كلام تقوله للدكتوره سعاد صالح؟ والله العظيم المسلمين ما يقبلوه. ومن فين جابت الكلام ده؟ واستفتت قلبها ازاي عشان تقول الكلام ده؟ لا في في القران ولا في الاحاديث المدسوسه ولا غير المدسوسه كلام بهذا المعنى. ايه ده؟ يعني معنى كده بقى الخطيب بقى هو رايح يقابل خطيبته عشان تعينه ياخد له قرص فياجرا قبل ما يروح بقى. ياخد له قرص فياجرا ولا ايه؟ ما احسن يسقط في الكشف. ما هي البنت عايزه تتاكد من حجمه. ده كلام يتقال يا اخوانا؟ ده كلام يتقال؟ ده بيسيء لمين ده؟ انا بقول لكم الكلام ده لا في ايه في القران تحبزه ولا في الاحاديث تحبزه. طب مين اللي بيشوه صوره الاسلام بالمنظر ده لما الكلام ده يطلع ويتقال؟ ده لو اتعمل مشهد زي ده في فيلم الرقابه ترفضه، واحد رايح يخطب ويتعمل له كده، في ايه وليه اي حد يفتي؟ وليه ما يكونش الفتوى دي لناس معينه عندها عقل؟ ليه ما يكونش ناس معينه عندها عقل تحكم العقل قبل ما تتكلم، قبل ما تسيء لدينها، قبل ما تسيء لدينها؟ برضو الافكار دي
يعني اللي يطلع يقول لك نكاح الميتة ومش نكاح الميتة والكلام ده، برضو حاجات مسيئة. وللأسف أنت لما بتفترض شيء، يعني أنت لما تقول طفل رضيع، واحد ممكن يداعب طفلة رضيعة جنسيا، أنت بتأدي إن يجي مرض البيدوفيليا، ده مرض، ويجي واحد يحاول يحتك بطفلة رضيعة جنسيا، ده مش صح. وأنت لما تقول نكاح الموتى، ما هيجي واحد يفكر في الحكاية دي، طب ما نجرب. اللي حصل حصل في بريطانيا، في بريطانيا واحد اسمه قاسم قورام عاش في برمنجهام في بريطانيا، دخل دار جنازات بالليل وفضل يفتح صناديق الموتى لحد ما لقى جثة حلوة واغتصبها، لقى جثة حلوة واغتصبها. طيب واحد يرجع يقول لي لا مش ممكن، ازاي الجثة لما بتدفن بتدفن تحت على بعد امتار وبتتغطى لا حبيبي، في حاجة عندهم في مكان معين الشخص قبل ما بيدفن ممكن يقعد فيه اسبوع وممكن شهر، زي تلاجات. ليه؟ يقول لك عشان ابنه من بلد تانية يجي يشوفه، عشان يجي فبيحطوهم في الدار دي فترة، بعد ما يطلع يتصلى عليه من الكنيسة يتحط في الدار دي او من اي حتة، او ما يتصلاش يتحط في الدار دي اسبوع اسبوعين ان شاء الله شهر، وبعد كده يتاخد يدفن في المكان العميق ده اللي بيتغطى اللي ما بيطلعش منه. فالمكان ده صاحبنا دخل فيه بيفتح فتح فتح لما لغايه ما لقى جثه مرمرمه حلوه كده اشتغل فيها رمى. وده مرض برضه، ميكروفيليا، يعني البيدوفيليا ممارسه الجنس مع الاطفال، ميكروفيليا ممارسه الجنس مع الموتى، وفي حاجات كتيره بقى، دي امراض من الامراض الجنسيه. فمفروض احنا نفهم نفهم اللي برضو من الابواق اللي هي، عشان بس نبقى واضحين وما نبقاش سيبنا موضوع. طبعا لما اتكلمنا المره اللي فاتت عن الشهيد المقدس عماد كامل المقدس وابنه ديفيد كامل المقدس، وقلنا ان دول اتقتلوا مع سبق الاصرار والترصد، وشرحتها في الفيديو. كمان طلعت معلومات تقول ان الشخص اللي قتلهم اللي هو ربيع دوت ما كانش اليوم ده هو المسؤول عن الحراسة قدام الكنيسة، كان غيره، فهو دخل مبنى السلاح واخد سلاح وراح وقتل، يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد. لما ابتدينا نتكلم والدنيا هاجت، وأسرة المرحوم المقدس عماد كامل وديفيد كامل أسرة كبيرة ما تقبلتش العزاء، ورفضت تقبل العزاء، وعدم تقبل العزاء ده معناها انها هتاخد بالطار. ولعت الدنيا بقى، هياخدوا بالطار ازاي؟ لكن الوساخه بتيجي من الاعلام، والاعلام عاده يعني هي اداه فتنه، يعني زي ما الاعلام كان ايام ماسبيرو ورشا مجدي. رشا مجدي ما هي الا بوق للنظام وبوق للفتنه في هذا الوقت. قالوا رشا مجدي قولوا المسيحيين بيقتلوا في الجيش، قالت الباز زي ما بيتقال، زي عزمي زي غير عزمي، يتصل بيهم واحد زي اشرف الخولي قولوا كذا يقولوا كذا، فهم بقوا النظام وبيحركوا الاحداث. اما عن اخلاقيات الباز او غيره فسهل جدا انك انت تفتح كده تتكلم تقول محمد الباز تسريب، وفي تسريبات محمد الباز تشوفه هو بيتكلم عن علاقاته وعن غير علاقاته وعن شخصيته وعن اخلاقياته. يبقى احنا مش هنتكلم كتير في موضوع اخلاقيات الناس دي، ممكن تعرفوا اخلاقيات محمد الباز وغيره من خلال التسريبات اللي ممكن تسمعوها على الانترنت، مش هتكلم فيها. لكن لما يجي محمد الباز يقول الاقباط عايزين يحرقوا البلد عشان خناقه، قتل مع سبق الاصرار والترصد لاتنين شباب، وقتل عمدي بسبب الدين وعلى الهويه الدينيه، ويقول لك الاقباط عايزين يحرقوا البلد عشان خناقه، امتى حرقوا الاقباط البلد؟ يا باز افندي، يا باز افندي، سقط ثانويه؟ سقط ثانويه؟ زي الباز افندي في ابن حميدو؟ ابن حميدو ها؟ سقط ثانويه ولا ايه وضعك؟ مؤهلاتك اللي خلتك توصل للبوزيشن التعريض اللي انت بتعرض له ده؟ بعدين يرجع يقول لنا ايه؟ اتقوا الله في مصر، ده مين اللي بيتكلم؟ ده الباس بيقول لنا احنا اتقوا الله في مصر. طب ما تتقي ضميرك،
اتقي ربنا وقول كلمة حق. طبعا الدنيا ولعت والأسرة أصرت إنها تاخد الطار. على فكرة يقدروا ياخدوا الطار، يقدروا ياخدوا الطار لو ناوي ياخدوا الطار هياخدوه، لو ناوي ياخدوا الطار. وأنا أعتقد لو ما اتحكمش بالإعدام على رقيب الشرطة اللي قتل عماد كامل وقتل ديفيد كامل هياخدوا بالطار. مش فكرة إنه خلاص تقبلوا العزاء، وإنه افتكروا إن لو تقبلوا العزاء يبقى خلاص خلصت. طبعا المحافظ وغير المحافظ وناس كبيرة حاولوا يروحوا يعزوا، قالوا مش هنتقبل عزاء. لكن إيه بقى، تيجي الحركة من الكبير قوي، تيجي من الحركة من الكبير قوي دعوة من قداسة البابا للأسرة عشان تروح له يعزيهم. الغريبة مش البابا يروح يعزيهم، إزاي الناس ما قامت برضو البابا يروح يعزي الناس؟ لأ، ده هم يروحوا للبابا عشان البابا يعزيهم. الناس ما قامت برضو، الناس ما قامت، البابا ما ينفعش يروح يعزي، لكن هم يروحوا للبابا. وطبعا واضح ان الست كانت شكلها يعني متضايق. طبعا انت عارف البابا وشوية حلويات على شوية شوكولاتات على غيره. الواد الصغير يا عيني كان رافض، اصغر ولد مش متقبل الوضع، لكن البابا كان بيطبطب عليه ويديله شوكولاتة ويديله لعب، يديله لعب. المشهد ده حتى زوجة الشهيد عماد كامل كانت قاعدة، واضح انها متضايقة لان البابا اجبرهم بسلطته الدينية انهم يروحوا له ويتقبل العزاء. فكرني بالمشهد ده، المشهد بتاع فيلم الزوجة الثانية، لما العمدة وشيخ البلد والمأمور عايزين يقنعوا شكري سرحان انه يطلق مراته سعاد حسني عشان يتجوزها العمدة. وعشان يتجوزها العمدة الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا وكل حاجة نقدر عليها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيه يا ولدي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقوم الراجل يتقبل العزاء عشان يضيع حق الشهيد عماد كامل والشهيد ديفيد عماد كامل. طبعا احنا لن نقبل بأقل من الإعدام لرقيب الشرطة اللي هو قاتل أبرياء المنيا. الإعدام لأمين الشرطة قاتل أبرياء المنيا عماد كامل وابنه ديفيد مطلب شعبي. ومش عايزين الحاجات دي تنسينا ان عندنا شهداء كتير وعندنا قضايا وعندنا ناس اتحكم عليها بالإعدام، بس حكم الإعدام ما تنفذش. بمعنى ايه؟ في احكام اعدام صدرت وتم التنفيذ فيها، بس احنا ما شفناش التنفيذ. يعني في 2014 اتحكم حكم اعدام امين شرطة اطلق النار على اقباط بقطر سمالوط في حادثة 2011. يعني الحادثة تمت في 2011، وفي 2014 قالوا ان الشرطي اللي قتل المجموعة اللي في القطر المسيحيين اللي اختارهم بعناية اتنفذ فيه حكم الاعدام. احنا ما شفناش. في يوليو 2018 بيقول لك تم تنفيذ حكم الاعدام على قاتل جواهرجي القبطي براس غارب احكام نهائيه بعد رفض النقد. دول الحكمين الوحيدين اللي قالوا اتنفذت، بس احنا ما شفناهوش. لكن في احكام نهائيه بالاعدام بعد رفض النقد وبتنتظر التنفيذ. 2018 باعدام عادل عسليه قاتل صاحب المحمصه بتاعت الاسكندريه، والجريمه وقعت في 2017. وفي ديسمبر 2018 إعدام قاتل المحامية القبطية وطفلتها بالأقصر في انتظار تنفيذ الحكم بعد رفض الطعن، الجريمة وقعت في 2012 لسه ما تنفذش. عايزين بقى نشوف احنا حكم الإعدام، لجان وتصوير، ونشوف حكم الإعدام أثناء تنفيذه فيديو زي صدام وغيره. ايه ضمننا؟ ايه مصداقية الدولة تجاهنا؟ في أحكام بالإعدام ولكن لسه عليها في نقد، ممكن يتقبل وممكن يترفض. اعدام قاتل جوهرجي القبطي في العبور
الجريمة تمت في 2017، وفي فبراير إحكام بإعدام عاطلين لقتل قبطيا وزوجته بالمنوفية في انتظار النقد، حصل في 2017. وفي نوفمبر 2018 في حكم على إعدام 17 متهم وحبس ال 29 في تفجير كنائس طنطا والبطرسية وفي التماس. في فبراير 2018 إعدام قاتل القس سمعان، الجريمة وقعت في 2017. في 2018 حكم بإعدام عبد العيشي قاتل الطبيب القبطي بشبرا، الجريمة وقعت في 2017. التنفيذ ما تنفذوش ليه؟ يعني اللي تنفذوا اتنين واللي منتظرين التنفيذ سبعة. معرفش هما بيخلوهم ينتظروا التنفيذ بيسمنوهم يعني. الشكر للأستاذ نادر، الصحفي نادر شكري هو اللي نشر القائمة دي، والقائمة موجودة على النت حضراتكم ممكن تشوفوها. احنا بندعو لشيء ما بنصدقش بصراحة، فقدنا تصديق الحكومة، فقدنا ان احنا نصدق الحكومة. عايزين الاحكام دي نشوفها هي بتتنفذ، نشوفها بأي طريقة، مباشر، فيديو، غير فيديو، لجنة من عندنا، المهم نشوف الناس دي بتتعدل. احنا ما بننساش يعني. انا مطول معاكم النهارده بس عشان هي الحلقه ديت مهمه جدا جدا، وانا استنيت لغايه النهارده عشان في حاجات مهمه وفي حاجات مش عايز اغفلها، وبعد كده هشوف اسئلتكم واجاوب عليها. الاخت سعاد صالح اللي انا قلت على الفتوى الاولانيه بتاعتها اللي قلت فضيحه وبتشوه صوره الاسلام، هي نفسها اصدرت فتوى تانيه بتحلل الرجال المسلمين اغتصاب نساء الشعوب المهزومة لإذلالهم. دكتورة سعاد صالح دكتورة في الأزهر بتحلل لرجال المسلمين اغتصاب نساء الشعوب المهزومة لإذلالهم. الخبر ده اترجم واتنشر بالإنجليش في جريدة الإكسبريس، اللي قالته اترجم واتنشر للشعوب الأجنبية. يعني انتوا لو حاربتوا دولة وهزمتوها تجيبوا الحريم تغتصبوهم عشان تذلوهم. طب بالذمة ده كلام يتقال؟ طب غير كده، بالذمة ده كلام يتقال في وقتنا ده؟ ده انتوا لو حاربتوا اي دولة هتتهزموا، اي دولة اجنبية لو حاربتوها هتتهزموا. حبيبي دلوقتي ما بيحاربوش بالسيف يا بابا، بريموت كنترول يا حبيبي. يعني ممكن يكون قاعد في بلده بريموت كنترول يفجرك ويفجر دولتك، ممكن بطيارة ينزلك قنبلة ينسفلك البلد بيها كلها، قنبلة ذرية، قنبلة نووية. تقدم تكنولوجي رهيب دلوقتي، مش هيجي يحاربك بالسيف يقول لك يا الأمة هلا عنترة، ويحك يا فتى، ويحك يا فتى. لا، ما فيش الكلام ده، بالزراير دلوقتي. تغتصبيهم يا أختي، تغتصبوهم، تغتصبوا مين؟ ما تقدروش تحاربوا أي دولة في العالم. أنتوا ليه ناسين حجمكم الطبيعي؟ ليه ناسين الحجم بتاعكم؟ رافال مين؟ وطيارات مين وغواصات مين؟ طيارات الرافال والغواصات دي هي وهنا، هي وفي الميه. لو الدول الاجنبيه عايزه توقفها هتوقفها. في شفرات حبيبي، في شفرات لكل جهاز انت بتاخده. لو عايزينه ما يشتغلش مش هيشتغل، لو عايزين يوقفوا لك هيوقفوا لك. ليه فتحت الصدر قوي؟ هنحارب ونغتصبهم. طب ايه تم بقى؟ بنيتين شابتين، وردتين، واحدة جاية من النرويج والتانية جاية من الدنمارك. التنين سبورت ويمن، يعني هم بتوع رياضة، يلعبوا رياضة وبيحبوا لعبة تسلق الجبال. جم المغرب، دولة المغرب، تعرفوا ببعض وصاحبوا بعض وتصوروا مع بعض، وابتدوا يطلعوا عشان يتسلقوا جبال المغرب، وكتبوا أحلى كلام عن المغرب وطبيعة المغرب وحلاوة المغرب. هم بيحاولوا يطلعوا جبل من الجبال، طلعوا لهم أولاد الشيطان البعدة، أولاد الشيطان، مجموعة متدينة شوية زيادة، متدينة على فكر برهامي وفكر سعاد صالح، وانهم هيطلعوا يقابلوا الحور العين. بس الحقيقه ان هم مش قتلوا بس عشان يطلعوا ياخدوا نصيبهم مع الحور العين اللي فوق، لا،
هم فضلوا انهم ياخدوا الاول نصيبهم من حور العين اللي في الارض وبعدين يطلعوا ياخدوا نصيب الحور العين فوق. ده لو طلعوا. البهوات مسكوا البنتين واغتصبوهم، واغتصبوهم اغتصاب مهين، وبعد ما اغتصبوهم ربطوهم وابتدوا يذبحوهم ذبح لغايه ما فصلوا. انا ما رضيتش اجيب لكم الصوره الثانيه. فصلوا راسهم عن جسمهم، ومش سكتوا كده وبس، لا ده عملوا فيديو ان هم بينفذوا اوامر ربنا، وان هم قتلوا المشركين، وان هم سأروا لاخواتهم في بلد اسمها هجين. ايه علاقه البنتين بالبلد اللي اسمها هجين؟ وايه علاقه البنتين بالحروب؟ دي بنات طالعه بتحب الطبيعه وبتحب البلد. الغريبه بقى ان طلعت نشروا عملوا فيديو كلام من هذا القبيل، وبعد كده حلقوا دقونهم وهربوا. بس نزلوا الفيديو بتاعهم وايه وبعتوا الفيديو لامهات البنات. عرفوا ازاي؟ ما تفهمش. اخدوا معلومات كامله وبعتوا الفيديو لامهات البنات اللي اتذبحت. شوف مدى الغريبه. لما نزل الخبر كله بقى حياك الله والله انتقمت للاسلام، واحد طلع قال لهم حرام عليكم اللي انتوا بتقولوه ده قتل انسانه بريئه ليه كده. فطلعت تبكون على صليبي الاف المسلمين تقتل في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، اين انتم يا مسلمين؟ ليه يا ابن الناس؟ طب والبنتين دول مالهم باللي بيتقتلوا في العراق وفلسطين؟ ما هي دي نفس البلاد اللي انتوا لما بتروحوها لاجئين بيصرفوا عليكم وبياخدوكوا. ده 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 الدول الاوروبيه ما بتاخدش مسيحيين، بتاخد مسلمين من سوريا ومن العراق وبتقبلهم وبتصرف عليهم وبتديهم فلوس. انت بتقتل اتنين دول زي دول ليه؟ واحد رد انه حرام عليك يا اخي، ربنا قال مش كده. رد عليه واحد قال الله والله شفى صدري عندما قال هذا سأر لاخواننا في هجين، حماكم الله يا رجال الاسلام وجعلكم فوق اعداء الله الصليبيين. اعداء الله الصليبيين اللي بيدوكم منح دلوقتي، اعداء الله الصليبيين اللي بتروحوا لهم لاجئين، ما بتروحوش السعوديه، بتروحوا الاوروبيين عشان لاوروبا عشان تصرف عليكم. ما سمعناش حد راح للسعوديه لاجئ، ولا راح لدبي، ولا راح الامارات، لكن بنسمع بيروحوا لالمانيا، بيروحوا لدول اوروبا وايطاليا. بقوا صليبيين دلوقتي. وايه ايه الرجوله وايه الفروسيه في انك تقتل بنت ضعيفه؟ طب ما تجهز سلاحك وتروح تحارب الدول، حرب يعني زي زمان كده اعلان حرب، انا جاي احاربكم في اليوم ده اعلان الشرفي، مش تروح لحانه تدمرها لي، ولا تروح نادي تفجر فيه، دي مش حرب، دي خيانه، دي وباء اللي انتوا بتعملوه ده، دي مش حرب شريفه. ده ديدب الجبناء اللي انتوا بتعملوه ده. طبعا الحقيقه يعني انا حاجتين خلتني انا مندهش. بنت من البنتين اللي اتقتلت دول كانت ناشره بوست على المسلمين الملتحين وبتقول ما تظلموش الناس دي، ده فيهم ناس مؤدبه وفيهم ناس كويسه، فمش اي ملتحي مسلم تفتكروه ارهابي. وكانت بتدافع عن المسلمين وبتدافع عن الارهابيين. كان نتيجه وفائها ودفاعها عن المسلمين وعن الارهابيين ان تتذبح على يد واحد من اللي بتدافع عنهم. يعني بتقول نيفر جادج بيبل باي زير ابييرنس، ما تحكمش على الناس من خلال منظرهم. نيفر جادج بيبل فروم زير ابييرنس. اهو طلع اهو للاسف دفعت الثمن، دفعت ثمن براءتها وعدم دقتها في التعامل. حقيقة أنا بشكر ملك المغرب. ملك المغرب مش بتاع كلام، ملك المغرب بتاع فعل. ملك المغرب على طول أمر بإعدامهم على طول رسمي، إعدام اللي عملوا الحكاية دي، أمر وحكم رسمي، لا مستني مفتي ولا مستني غير مفتي، أمر بتنفيذ حكم الإعدام عليهم. عشان كده الراجل ده يستحق كل شكر. غير كده عمل حاجة أقوى مش عارفين نعملها إحنا هنا. يعني إحنا هنا
الرئيس بيقول لك الفتن مش هتنتهي. لا، ملك المغرب ضمن ان الفتن ما تنتهيش. ازاي بقى؟ قال لك ملك المغرب يصدر قرار بحذف جميع آيات الجهاد والقتل من المناهج الدراسية، تنقيح كتب التراث من أحكام القتل والجزية، والتعدد وكره الآخرين هو الحل للتخلص من الإرهاب والتطرف، أما جملة داعش لا تمثلنا لن تفعل شيء. راجل جيب من الآخر، كل مش أحاديث بس، لا، قال لك كل الآيات اللي بتدعو للكراهية وللجهاد مش وقتها ومش بتاعتنا تتشال، وحكاية داعش لا تمثلنا ما تجيبش تمنها. راجل قال ونفذ، رجل يملك قراره، رجل يملك فعلا، رجل يريد فعلا قمع الفتنة، رجل يحب دولته ويريد لها استقرار. هذا هو ملك المغرب. سمعني يا عم إبراهيم، عم إبراهيم سمعني يا عم إبراهيم، شفت الملك بيعمل ايه؟ اهو ده شغل الملوك يا عم إبراهيم، ده شغل الملوك يا عم إبراهيم. الحلقة اللي فاتت جبت لكم، لو حضرتوها، جبت لكم صورة مجموعة بتشجع فريق ليفربول اللي بيلعب فيه محمد صلاح. المجموعة دي كانت إسرائيلية، المجموعة واقفة مع بعض كلهم إسرائيليين، مجموعة ماسكة علم إسرائيل، علمهم، المجموعة التانية ماسكة علم مصر وبتحيي بيه وكاتبة مو صلاح، بتحيي مو صلاح. وقلت لكم في الفيديو ده لو محمد صلاح جات له هدية أو جايزة من إسرائيل هيرفضها عشان جاية من إسرائيل. ليه؟ لأنه طلع على مبادئ الكراهية. سبحان الله، أنا قلت لكم الجملة دي في الحلقة اللي فاتت ويأتي ما أتوقعه تماما. في لاعب إسرائيلي مفروض هيلعب، مترشح أن يلعب في فريق ليفربول اللي هو فيه محمد صلاح، يطلع تامر أمين الإعلامي تامر أمين ابن الحاج أمين بسيوني، حاج أمين بسيوني ده ليه قصة مع ملك السعودية وأمراء السعودية، ابقروه. ما علينا، حاج تامر أمين الإعلامي الكبير طالع يقول لمحمد صلاح أوعى تقبل إن ده يلعب معاك في فريق ليفربول، وهدد الفريق، هدد الفريق لو الإسرائيلي هيلعب في الفريق أنت تنسحب، ما تلعبش مع واحد إسرائيلي معاك في الفريق، تقعدوا مع بعض وتتجمعوا مع بعض وممكن تاكلوا بقى مع بعض وتلعبوا مع بعض. نموذج للكراهية، نموذج لبث الكراهية. رئيس السيسي بيعترف إن إسرائيل بتحارب معانا ضد الإرهاب وإنها معانا على الخط وإحنا في سلام من 73، لكن الفكر الكراهية متغزر في جموع المصريين. تامر أمين بيقول محمد صلاح ما تلعبش. محمد صلاح ما كدبش خبر، طلع صحيفة جيروسالم بوست كتبت، صحيفة جيروزاليم بوست دي إسرائيلية، قالت النجم المصري محمد صلاح هدد إدارة نادي ليفربول بالرحيل عن الفريق في حال تم التعاقد مع لاعب المنتخب الإسرائيلي مؤنس ديور. ومكتوب كده في تهديد لإدارة ليفربول، محمد صلاح بيقول سأرحل عن الفريق في حال تم التعاقد مع لاعب إسرائيلي. طب أنا هقول لك جملة بقى يا محمد، يا صلاح أنت وتامر أمين، لأنكم أنتم ما تعرفوش الشعوب دي بتتعامل إزاي، لا تعرفوا الإسرائيليين بيتعاملوا إزاي ولا ليفربول بيتعامل إزاي. لو قلت لهم هستقيل عشان اللاعب ده ما يلعبش هيقولوا لك مع السلامة والقلب داعي لك، لان مش هتقف عليك يا حبيبي، واللي جابك مش ما جابش غيرك، وانت ومحمد وتامر امين وغيره ما تقدروش تلو دراع الدول الديمقراطيه. هقول لكم مع السلامه، اذهبوا وكراهيتكم معكم. للاسف حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي وحتى على مستوى الاعلام
وحتى على مستوى التعامل مش عارفين تتعاملوا، مش عارفين تتعاملوا. وللأسف انتوا النازية موجودة فيكم دلوقتي، النازية اختفت. يعني اقول لكم حاجة، الإسرائيليين حصل ما بينهم وما بين الألمان ومذابح وغيره وغيره وغيره، واتقتل من اليهود كتير قوي بالألمان. دلوقتي صافية لبن حليب، يا حليب يا قشطة، صافية لبن حليب يا قشطة. ليه؟ شعوب مستعدة للخير وشعوب مستعدة للتسامح، لكن احنا شعوب مبنية على الكراهية، مغروسة كراهية، والكراهية بتديها له في كل أدان وفي كل صلاة، فلا يمكن يخرج منها أبدا. وإذا لم تخرج شعوبنا من الكراهية لن تتقدم إطلاقا، لن تتقدم إطلاقا. في فرق كبير بين المنظرين دول، فرجوا عليهم كده. المنظر هنا أطفال بيتعلموا شيل السلاح ويتعلموا الكراهية، أطفال في عمر الظهور في الدول العربية والدول المتدينة بالتعاليم الأزهرية زي أفغانستان وباكستان. وهنا دول أوروبية بتعلم أطفالها إيه؟ إنقاذ الحياة، بيجيبوا لهم أجسام زي تمثل إنسان وبيعلموهم التنفس الصناعي وإزاي يفوقوا واحد وإزاي يعملوا له كمادات عشان يشغلوا قلبه. هنا تنحصر التعاليم الهدامة للبشرية، وهنا بتيجي التعاليم الإنسانية. ده الفرق، وده الفرق بين الشعوب اللي بتتقدم والشعوب اللي بتتأخر. احنا دايما في تأخر للأسف، دايما في تأخر. طلع قرارات حلوة، يقول لك مجلس الشعب عمل حبس عام وغرامة 20,000 جنيه عقوبة فتاوي تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم. حلو حلو. الفكرة مش عمل قانون، الفكرة تطبيق القانون. في يوم من الأيام، يوم ما عملتوا قانون ازدراء الأديان افتكرناه عشان كله بيزدري الدين المسيحي. القانون لم يطبق غير على المسيحيين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، ولم يحدث، ولم يحدث أن اتحاسب لبرهامي ولا غير برهامي ولا برهاني على فتاويه. عندكم دلوقتي واحد مفروض تطبقوا عليه التهمة دي وتدفعوا الـ20,000 وتسجنوه سنة. مش واحد، ده كتير. عبد الله رشدي وبرهاني وفرجاني وتنتاني وسرتاني وهتاني. سيادة الرئيس الجمهورية عمل قرار تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب، مكافحة الفتن الطائفية، بناء على قانون مكافحة الإرهاب. والحقيقة عمل له ممثل من الأمن الوطني، وممثل من المخابرات الحربية، وممثل من المخابرات العامة، وممثل من الرقابة الإدارية، يعني وممثل من القوات المسلحة. الحقيقة كل اللجان اللي هيشتركوا في اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ما فيهمش مسيحي. يعني هيئة القوات المسلحة ما فيش منها مسيحي، مخابرات الحربية ما فيهاش مسيحي، مخابرات العامة ما فيهاش مسيحي، الرقابة الإدارية ما فيهاش مسيحي، الأمن الوطني ما فيهوش مسيحيين. لكن سيادة الرئيس أحلى حاجة، أنا بيعجبني الأسلوب الورق ده. يعني إيه؟ تفويض لمكافحة الإرهاب، فوضوك لمكافحة الإرهاب، الإرهاب قاعد. تفويض تاني لمكافحة الإرهاب، يا عم ما أنت أساسا جايبينك عشان مكافحة الإرهاب، فوضوه تاني والإرهاب قاعد. لجنة مكافحة الفتنة الطائفية قاعدة. بيت العيلة، بيت العيلة اللي هو بيت العار، بيت العار، بيت العار اللي بتهدر فيه حقوق الأقباط، حل فتنة الطائفية محلش، وبخس حقوق الأقباط واخذ حقهم. احلى حاجه ان يسكنك الرئيس انه يعمل لك قرار ومعروف النهايه ايه، لان اللجان كلها اللي انت مشاركها في اللجنه دي اساسا ضد المسيحيين. في حاجه مهمه يا رئيس، يقول لك ايه، يعني السيطره شيء والقياده شيء، السيطره شيء
والقيادة شيء. يعني مثلا جاب لك سورة ايه؟ سورة مجموعة قرود أقوياء، دخلوا وطلع كل اللي في العربية وسيطروا على العربية، دخلوا العربية من جوه ومن فوق ومن تحت ويمين وشمال، سيطروا على العربية، لكن عرفوا يسوقوها، عرفوا يمشوا بيها. ده الفرق بقى بين القيادة والسيطرة. وأحيانا تكون في سيطرة مفيش قيادة. يقول لك نجحت القرود في السيطرة على السيارة لكنها عجزت عن قيادتها. السيطرة لا تعني القيادة كما هو في عالم البشر. المسيطرون كثيرون لكن القادة نادرون. نادرون. فرحنا قوي بالمشهد الجميل اللي كان في الكاتدرائية، البابا والشيخ الأزهر والريس وكل ده، وكله افتكر صورة الريس، وكله افتكر المسيحيين هم في الكاتدرائية الجديدة اللي مبنية على 15 فدان، مبنية على 15 فدان، ونسيوا ان في ناس كانت بتصلي في بيوت مهدودة عشان كنايسهم مقفولة في المنيا، أكتر من كنيسة مقفولة. فرحوا بكنيسة في الجبل، جبل السويس، كاتدرائية جديدة مفيش ناس فيها، قعدوا يستدعوا الناس بالعافية عشان تيجي تحضر، وقفلوا أماكن ناس بتصلي فيها كل سنة، ابتدوا يصلوا في البيوت، ابتدوا يصلوا في خيام في الشارع. عملوا كاتدرائية على 500 على 15 فدان، واستولوا على اراضي بال 500 فدان. ولما اتكلمنا قبل كده عن مأساة وقتل الشهيد الانبا ابيفانيوس اللي اتقتل في دير الانبا مقار، وحاولوا يلبسوها للرهبان، وبيحاولوا الان تلبسها للرهبان، وثبتت كل الادله ان الرهبان ابرياء. وقلت في اول فيديو ان مطلوب السيطرة على الاديرة. انا عملت فيديو في 5/8/2018 قلت فيه عايزين يدخلوا الاديرة، وفعلا ثبت. واللي يدللك على ان في سيطرة لكن ما فيش قيادة، ان حتى الغرض من قتل الانبا ايفانيوس ظهر. طب انتوا لما انتوا مش عايزين تدخلوا الدير وتسيطروا عليه، استوليتوا على اراضي الدير ليه بعد كده؟ يعني في 500 فدان من الدير اتاخدت قبل مقتل الانبا ابيفانيوس، ولما اشتكى الانبا ابيفانيوس من اغتصاب 500 فدان من الدير تم قتله، وحاولوا يلبسوها للرهبان. وبعد ما اتقتل الانبا ابيفانيوس وقتلوا كمان الشاهد، سموا الشاهد الوحيد الراهب زينون، سموه عشان هو شاهد بالبراءه، برضه استولوا على اراضي الدير تاني. ده يدل على ان النيه مبيته، والقتل مع سبق الإصرار والترصد عشان أخذ أراضي الدير، يعني جريمة بكل بجاحة، جريمة بكل بجاحة. ده غير كده إن سبب إن كان في بلاغ بموت الأنبا أبيفانيوس واصل للأمن قبل ما الرهبان يكتشفوا الجثة. طب عرفوا إزاي؟ الأمن عرف إزاي؟ الأمن عرف إزاي إن الأنبا أبيفانيوس مات قبل ما الرهبان يشوفوا الجثة. ده غير كده لما اخدوا، يقول لك اخدوا الجثة ودوها للعيادة، لقوا لواءات موجودة في العيادة. لواءات موجودين في العيادة. يعني ايام سودة وايام غبرة، بس الكاتدرائية الجديدة اتبنت واحنا مع بعض كده. بس الفتن مش هتنتهي. الفتن مش هتنتهي. شيخ الازهر الراجل الجليل اللي حاول بقدر الامكان في الكلمه بتاعته ان يقول المسلمين لازم يدافعوا عن المسيحيين، وان حرق الكنائس وقفل الكنائس ده غلط، وان دوله الاسلام تضمن بناء الكنائس، وقال لك ان كل الكنائس بنيت في دار الاسلام، وقال ايه من سورة الحج رقم 40، ولولا دفع الناس بعضهم لبعض
لهدمت بيع وصوامع ومساجد يذكر فيها اسم الله. دي من سورة الحج 40 على ما أذكر، يعني لو أنا ذاكرتي خانتني سامحوني. تمام زي الفل، نص الكلام كويس حلو جدا زي الفل وتمام ومتشكرين قوي. بس في حاجة، لا مش كل الكنائس بنيت في عهد الإسلام، معلش يعني. يوم ما دخل عمرو بن العاص مصر كان فيها 66,000 كنيسة، 66,000 كنيسة. وعلى فكرة كان لو انت من القاهرة دقيت الجرس يوصل لأسوان، لأن كان على مسار واحد خط واحد جرس، كل 5 كيلو كنيسة، كل 5 كيلو كنيسة الجرس ده يترن تسمعه الكنيسة التانية، ترن تسمعه الكنيسة التالتة، وأديرة كنائس وأديرة على خط واحد، تسمع. أول ما يبتدي أول رنة يسمعها التاني، في يسمعها التالت، توصل من اسكندرية لأسوان. 66,000 كنيسة رسيوا على 2,600 كنيسة. خد المعلومة التانية، لما دخل الإسلام أو عمرو بن العاص مصر كان عدد الأقباط 15 مليون قبطي، 15 مليون قبطي. لما دخلت الثورة الفرنسية مصر كان عدد الأقباط 3 مليون قبطي. لك أن تتخيل من 15 مليون ل 3 مليون في 12 مليون قبلوا ربهم في السكة. في حاجة تانية كمان، إن أغلبية الجوامع بنيت من أحجار وأعمدة الكنائس، وزادت جدا الحكاية دي، وهدموا كنائس كتير وهدوا وبنوا عليها جوامع. ومن كتر أخد الأعمدة اضطر أحد المهندسين يعمل بناء بدون ما تتاخد الأعمدة عشان ما تتهدش باقي الكنائس. ودي كانت طريقة بناء مسجد ابن طولون في مصر، اللي بناه مهندس مسيحي. أغلبية الجوامع العتيقة في مصر بناء مهندسين أقباط، يعني حتى اللي بنوا جوامع أقباط. ده في الدولة العثمانية أخدوا دولة محمد علي، معلش، وفي الدولة العثمانية برضو أخدوا مهندسين وبنائين ومقاولين أقباط بنوا بها حضارة الأستانة، حضارة الأستانة. فبنصحح لك معلومة بس، والمعلومة دي كتبت ونقولها لك مرة تاني عفوا للتصحيح، وحتى لا تزوروا التاريخ. شيخ الأزهر يقول اسألوا التاريخ، كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام. التاريخ بقى بيقول إيه؟ أنت تقول اسألوا التاريخ، وأنا أقول لك اسأل أعمدة مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد بني في مصر، وقل لها من أين أتيت، ولماذا ارتفاعاتك مختلفة، ولماذا تم تسويتها بعمل قواعد بارتفاعات مختلفة لها حتى تتساوى الأعمدة في الارتفاعات، لأنها أتت من كنائس مختلفة، ولماذا تيجان أعمدتك كلها مزينة بالصلبان وبالزخارف القبطية. ساعتها أنت هتعرف أنها جاءت من الكنائس والأديرة التي كانت تهدم من أجل بناء المساجد. كما يمكنك أن تسأل عن قصة بناء جامع أحمد بن طولون، أعظم مساجد مصر المحروسة، ذات العمود الواحد، ومن المهندس الذي بناه. ستجد أنه مهندس قبطي بارع، هو الشهيد سعيد ابن كاتب الفرغاني، سعيد ابن كاتب الفرغاني مهندس قبطي بارع، قام بتصميمه مسجد أحمد بن طولون ليتلاشى هدم عشرات الكنائس من أجل أن يحصلوا على أعمدة لكي يبني الأمراء مساجد لهم، لأن العرب لم يكن يعلموا كيف تصنع الأعمدة. بعدما قام بهذا العمل الرائع دعاه أحمد بن طولون للدخول في الإسلام. دعا مين؟ دعا المهندس سعيد بن كاتب الفرغاني القبطي للدخول في الإسلام. فلما رفض الشهيد سعيد بن كاتب الفرغاني كان جزاؤه الاستشهاد على يد أحمد بن طولون. فليس كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام يا فضيلة الإمام، حتى لا نزور التاريخ. أتمنى يعني
انتوا بتسالوا احنا بنرد، لان احنا يصعب علينا قوي لو انتوا سالتوا سؤال احنا ما ردناش عليه الحقيقه يعني. بس عيب قوي، عيب قوي، اوعوا تفتكروا منظر الحراسه على الكنائس ده منظر يفرح، ده منظر يكسف، يكسف. وبعدين حتى شيخ الازهر لما قال احنا منوطين بحمايه المسيحيين، ده غلط. انت ما تحمينيش، القانون هو اللي يحميني. مفروض انت تقول لي فتنه وشيخ ومش شيخ، انت يا سياده رئيس الجمهوريه عندك قوانين مفعله كفيله بحمايه الكل لو طبقت القانون، مش لو طبقت الشريعه، مش لو استندت على الماده الثانيه. انت عندك ماده ثانيه شيلها من الدستور، شيلها من الدستور واعمل دستور عقلاني ونفذ القانون. القانون كفيل بحمايه الكل. اما انك تقول الاسلام يحمي المسيحيين فانت تدعونا الى الذميه، ومن هذا الذي يريد ان يكون في كنف وحمايه الاخر؟ انا عايز انا والاخر نكون في حمايه القانون، حمايه القانون، القانون هو الذي يحمينا. فمنظر الكنائس وحواليها الاسلحه ده ما يفرحش، ده منظر يكسف داخليا وخارجيا. حتى البابا ما تعتقش من القصه دي. الجنرال عمر المسلم واقف ورا البابا في الهيكل للحمايه، بيحميه من مين؟ يعني البابا جوه الهيكل المفروض ما يدخلوش غير المسيحيين، على فكره الهيكل المفروض ما حدش يدخله غير المسيحيين، المسيحيين بس اللي هم يدخلوا الهيكل. ده داخل يحمي البابا، هيحمي البابا من القتل من المصلين، المصلين هيقتلوه، ولو المصلين عايزين يقتلوا البابا يعني هيقدر يحميه الجنرال عمر يعني لوحده مثلا؟ يعني منظر في الكنيسة وبيصلي وفي هيكل وراه جنرال، هل هذا يعقل؟ هل ده يعقل؟ جنرال ورا طب خليه من زاوية يمين شمال بعيد، لبسوه لبس ضد الـ ضد الـ ضد الـ ضد الصواريخ ولا ضد الأسلحة ولا ضد الرصاص، لكن برضه كده في قلب الكنيسة وفي قلب الصلاة وراه جنرال بيحرسه. حقيقة صديقي العزيز سمير، اللواء سمير زين العابدين، صديق على الفيسبوك وهو من المسلمين المتنورين المحترمين. ولما نيجي نتكلم على المسلم المتنور، المسلم ما بيجيش لثوابت الإسلام ويتكلم فيها، لكن لما يجي ينتقد فعل الصحابة مثلا أو فعل الخلفاء هو بينتقد أفعال بشرية وليست أفعال إلهية، فدول بيخطئوا ويصيبوا. ولو كنت هتقول لا ده ما بيخطئوش، طب ما هم قتلوا بعض ليه؟ ما انت عندك الخلفاء الراشدين قتلوا بعض، ده انت عندك العشرة المبشرين بالجنة قتلوا في بعض، فهل تقتلهم لبعض ده صح؟ ده عمل صائب؟ لا طبعا، هم يخطئوا ويصيبوا. فالراجل احيانا بينتقد تصرفات من دي. يعني انتوا لو قريتوا كتاب حتى طه حسين الفتنه الكبرى، الفتنه الكبرى، هتعرفوا ان مش كل الخلفاء كانوا امين يعني معاملاتهم مع ربنا ولا يعرفوا ربنا كويس، لا. فالاستاذ سمير زين العابدين حصل عليه هجوم جامد، هقرا لكم اللي مكتوب الستيتس اللي كاتبها، هقراها لكم يعني ايه نتبادل فكريا مع بعض. قال لك عداله مدعاه، هاجمني احد الزملاء بشده عندما سردت بعضا من افعال عمرو بن العاص باهل مصر ووصفته بالطاغيه عندما دخلها غازيه. يعني وصف عمرو بن العاص انه دخل مصر غازي، صح؟ ده احتلال وكلنا عاملين، انت تسميه فتح، عبد العزيز يسميه فتح، انت براحتك، لكن هو احتلال واستعمار. وقول لي عليها مرتين، عمرو بن العاص تولى على مصر مرتين، وكيف كان يقاتل المصريين ويضرب عليهم الجزيه المتصاعده وينهى بخيرات البلد ويسبي نساءها ويستعبد رجالها ليرسلهم الى الخليفه عمر بن الخطاب في ولايته الاولى، ثم ليستاثر نفسه بها في ولايته الثانيه بعد ان اتفق مع معاويه على ان ياخذ مصر طمعه طعمه خالصه له، ياخذ مصر طعمه خالصه له مقابل دعمه ومساندته له ضد علي ابن ابي طالب. يعني كل ده عمله عمرو بن العاص عشان يتفق مع معاويه يبقوا ضد علي. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
اللي هو يعني اللي هو قاعد مكان الرسول في مكانه في السرير عشان الكفار ما يقتلوهوش. اتفق عمرو بن العاص مع معاوية عشان يبقوا ضد علي، حتى ان بعض ابنائه رفضوا ارثهم منه الذي اعتبروه حراما، فاخذه الخليفه بما فيه. وكان راي زميلي هذا انه صحابي والصحابه عدول، يعني الصحابي امره ما يغلط، الصحابه عدول، لا يجوز اتهامهم بهذا الشكل. وهذه مقوله مكذوبه. اللي بيتكلم اللواء سمير زين العابدين راجل مسلم، مسلم معتدل فاهم دينه كويس، قال لك هذه مقولة مكذوبة. فالمقصود بالعدالة أو العدول أو العدل أو ذوي العدل هو استقامة السيرة والدين وملازمة التقوى والمروءة واجتناب الكبائر والصغائر، بمعنى أن يكون ممتنعا بقوة الدين عما يعتقد الحرمة فيه. والعدالة المطلقة للصحابة هي ما أطلقها السلفيون عليهم بلا استثناء، يعني السلفيين بيقولوا على نفسهم كده برضه، هي ما اطلق، والسلفيين هم اللي قالوا على الصحابه كده. والعداله المطلقه للصحابه هي ما اطلقها السلفيون عليهم بلا استثناء، واعتبروها خصيصه لهم جميعا، وهي انه لا يسال عن عداله احد منهم، بل ذلك امر مفروغ عنه لكونهم على الاطلاق معدولين بنصوص الكتاب والسنه واجماع من يعتد به في الاجماع من الامه. قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. اتفق المفسرون على انه وارد في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انكر ذلك شيخهم الذي يعد اهم مرجعيتهم على الاطلاق ابن تيميه، يعني ابن تيميه اركن ده، انكر ده لان كثير من الصحابه قد خالفوا الرسول بعد رحيله. طب اذا كان الصحابه خالفوا الرسول بعد رحيله، يبقى ازاي بقى كلمه الحق على لسانهم وعدول؟ ما ينفعش. لان كثيرا من الصحابه قد خالفوا الرسول بعد رحيله، وبعضهم بعض منهم ارتد وبغى على بعض، وبعضهم قتل بعض، والتاريخ يحمل الكثير من ذلك الذي طال حتى آل الرسول أنفسهم. كيف يقال لمن قتل وبغى وسرق وارتد أنه مستقيم وعادل فقط لأنه عاصر الرسول أيام حياته؟ بالعقل وبالهدوء. دايما اللي هو سمير زين العابدين لما بيكتب حاجة بيقول بالعقل وبالهدوء، يعني ناخد وندي مع بعض في الكلام. على فكره بقى، انا متذكر موقف محمد صلاح وكراهيته لليهود، وتامر امين لما بيقول له ما تقعدش مع الاسرائيليين وما تلعبش مع الاسرائيليين وسيب فريق ليفربول. هي احد الاصدقاء عندي مسلم بعت لي صوره اثناء ثوره 19. الصوره دي اثناء ثوره 19 فيها طالعين يهود ومسيحيين ومسلمين معترضين على الاستعمار البريطاني، وشايلين علم حاطين عليه نجمة داوود والهلال والصليب. يعني حتى اليهود اللي كانوا عايشين في مصر كانوا مخلصين وأمناء لمصر ولائهم لمصر، وخسرتهم مصر. اللي بيتعمل ده واضطهادنا، هل بيأثر فينا سلبيا في الإيمان بتاعنا؟ لا، بيقوينا. ليه بيقوينا؟ مش عشان احنا ملطشة ولا احنا بنحب العبودية ولا احنا بنحب النطنطة، لا، لأن احنا توعدنا بده. عندنا آية في الإنجيل قالها السيد المسيح له المجد، ومفيش حاجة قالها السيد المسيح له المجد ما بتتحققش. كل كلمة، كل تنبؤ بيتحقق. بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. هيجي وقت كل من يقتلكم يظن أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا يعرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون اني انا قلت لكم. عشان كده كل ما بيحصل حادث ارهابي او اضطهاد من الحكومه او من المجرمين او من الارهابيين او من اتباع الشيطان، ما بنستغربش، لان المسيح قاله لنا. المسيح قاله لنا. لكن الاستعباط
هو ايه؟ الاستعباط هو ان تشجع الحكومه اقباط المهجر على تنظيم مظاهرات للترحيب بالسيد الرئيس السيسي والوقوف في وجه الاخوان لدعمه، لكن لما ينظموا وقفات لرفض بهدله اخواتهم في المنيا بيبقوا خونه وعملاء. بيبقوا خونة وعملاء. في حاجة مهمة وكان لازم أقولها النهاردة، لأن كترت قوي وموجودة في التعليقات كلها اللي بتجيني على الفيديوهات. هي مجموعة جهلة، مجموعة جهلة. أول ما تيجي سيرة دينية أو تتكلم في نقد مثلا بعض الأساطير اللي بتدعو للإرهاب وكراهية الآخر، يجي يقول لك الله 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 الله، أنت يا مسيحي عندك نشيد الأنشاد، وأنت في حزقيال حصل وحصل وتسوى، وأنت عندك الزنا في كذا 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 كذا. فين يا حبيبي اللي يدل على جهلك أنت وبترد لما تقولي نشيد الأنشاد عندك وتقولي حزقيال قال وتقولي حصل قتل في كذا كذا كذا؟ تبقى أنت جاهل. سبب بسيط جدا، في فرق بين الكتاب المقدس وبين الانجيل. انت يا اللي مصدعني ونازل تقول لي نشيد الانشاد ونازل تقول لي حزقيال ونازل تقول لي غير حزقيال، انت جاهل مش فاهم حاجه. الكتاب المقدس مش هو الانجيل. الكتاب المقدس مش هو الانجيل. الكتاب المقدس عندنا الضخم الكبير قوي ده، الجزء الاول منه العهد القديم اللي هي التوراة بتاعت اليهود. التوراة بتاعت اليهود دي اللي فيها نشيد الانشاد وفيها حزقيال وفيها اشعياء وفيها مراسي ارميا وفيها التكوين وفيها موسى وفيها رعوس وفيها ايوب، كل ده في التوراة العهد القديم. العهد الجديد اللي هو الاربع اناجيل بتوع متى ولوقا ويوحنا، أربع أناجيل. يبقى الإنجيل هو بتاع المسيحيين، العهد القديم اللي هي التوراة حاطينهم إحنا في كتاب واحد مسمينه الكتاب المقدس. طب ليه حاطينهم في كتاب واحد؟ هقول لك ليه. لأن إحنا أمانتنا يعني ما بتخلناش نقول حاجة غلط على غيرنا، إحنا مؤمنين بأن كل اللي جه في التوراة صح، كل اللي جه في التوراة صح، تمام. بس إحنا عهد جديد، مواثيقنا جديدة وأفكارنا جديدة وأحكامنا جديدة. إزاي؟ أقول لك إزاي. يعني العهد القديم اللي هو موجود برضو في الكتاب المقدس بيصرح الجواز بأربعة، لكن زي ما حضرتك شايف إن إحنا كمسيحيين بنتجوزش أربعة، يبقى أحكام التوراة ما بتطبقش علينا. ليه؟ إحنا بنطبق أحكام ملء الزمان اللي جه فيه المسيح واللي قاله، بنعتد بالكلام اللي قاله المسيح لما جه. طب واحد يقول لي طيب انت ليه حطه لما هو مش كتابك تبعك؟ اقول لك ليه. لان جت في العهد القديم بشرى وتنبؤ بميلاد المسيح وايات صريحة بان المسيح سيولد من امرأة عذراء وسيولد في بيت لحم مدينة الناصرة وسيكون هو المسيح الذي يصلب على الصليب ويقيم في اليوم الثالث. ده كله جه في نبوءات أشعياء في العهد القديم. فاحنا حاطين العهد القديم مع العهد الجديد عشان نقول لا، ده تنبؤ اهو موجود وما خدش جزء عشان ما نبقاش بنكتز. لا، احنا جبنا التوراة كلها حطيناها وبعدين حطينا احكام المسيح الانجيل وسمينا ده الكتاب المقدس، لان بنقدس الكلام اللي نزل على موسى وبنقدس الكلام اللي قاله المسيح، والمسيح قال ما جئت لانقض بل اكمل. يعني انا مش بنقد اللي قدامي واللي قاله، لكن بصحح لكم، بديكم صحيح الحياه. ايه؟ موسى قال لكم اتجوزوا الاربعه بسبب قساوه قلوبكم، اما انا فاقول من تزوج مطلقه فانه يزني ومن طلق امراته يجعلها تزني. ادانا احكام جديده. فانت يا عبيط يا بروطه، واكيد هتسمعني دلوقتي، لما تقول لي نشيد الانشاد هقول لك حاجه، مش نشيد الانشاد كتبوه اليهود؟
واحنا حاطينه عندنا وانت فاهمه بمفهوم جنسي، انا ما بفهموش بمفهوم جنسي، لكن انت عشان تفكيرك كله جنس في جنس فهمت سفر نشيد الانشاد تفسير جنسي، لكن احنا ولو ان احنا مسيحيين ما بنضربش في غيرنا، بنجيب التفاسير، جبنا التفاسير الحقيقية. عايز تقرا اقرا تفاسير سفر نشيد الانشاد، انت قريته جنسيا براحتك عيش مع نفسك دي طبيعتك، لكن هو سفر نشيد الانشاد مش جنسي، ده حاجات معينة تفسيرات وتبريرات. عايز تقراها اقرا التفسيرات اللي انت مش فاهمها، لكن هي تحسب على مين يا حبيبي؟ تحسب على التوراة. عايز تحاسبني انا؟ تحاسبني على العهد الجديد. تيجي تقول لي طب ما المسيح قال وهؤلاء الذين لم يرضوا ان املك عليهم هاتوهم عندي واسبحوهم، اقول لك لا انت عبيط ما فهمتش، انت ما فهمتش. هو بيقول على الملكوت في النهاية في الجنة في الفردوس لما تيجي تتحاسب، اللي قبل ربنا وقبل ان ربنا يملك عليه هيدخله الجنة، اللي ما قبلش ان ربنا يملك عليه هيرميه في النار. ده معنى مش هو قال هاتوا الناس واذبحوهم، المسيح لم يقتل، لم ي... لم لم ي... لم ي... لم ي... لم يمسك سلاح، لم يغزو ارضا، لم يملك على احد ولا كان له كرسي. ده المسيح. لو انت عايز تفهمه فهمه، بس اقرا الانجيل كويس. هتقول لي الله يعني طب مش المسيح اللي قال لم اتي لالقي سيفا، لم اتي لالقي سلاما بل سيفا على الارض؟ اقول لك لا، ما انت فهمتها برضه غلط. واقول لك ليه فهمتها غلط؟ هو يقصد ان في البيت الواحد في ناس هتقبل المسيح وفي ناس مش هتقبل المسيح، فهتحصل فرقه، والفرقه دي هي النار وهي السيف، وفي اللي هيقتل المسيحي هيقتل الشخص لما يبقى مسيحي، فهنا السيف جه. فهمها واحد غلط زي بطرس الرسول، اول ما جه يقبضوا على المسيح راح طلع سيفه وضرب عبد رئيس الكهنه قطع له ودنه، فراح المسيح حط الودن ولزقها تاني وشفى ودن عبد رئيس الكهنه. لما بيقول على الحرب للتبشير يقول لك من له فلسين فليباع احدهما ويشتري سيفا، يقصد السيف الكلمه. فراح واحد قال له ايه؟ عندنا هنا سيفين. قال له هذا يكفي. انت ما فهمتنيش، انت ما فهمتنيش، انت بتتكلم عن سيوف حديد لقتل الناس، انا على سيف الكلمه. قال له هذا يكفي. ده المسيح. فانت لما تيجي تبقى عبيط عايز تقرا المسيح اقرا من الاناجيل الاربعه، انما هتمسك من الكتاب المقدس من اوله من التكوين من ساعه خلق الارض لغايه ما يخلق، انت كده ما بتقراش في الانجيل، انت بتقرا في التوراه. والتوراه اللي عندنا عشان احنا ما عندناش تحريف ولا لنا في التحريف ولا في التزوير ولا عندنا نسخ ولا منسوخ، هتلاقي التوراه اللي عند اليهود هي نفس التوراه اللي في كتابنا، لا زادت ولا نقصت، لا زادت ولا نقصت. عايز تفهم الانجيل اقرا الاناجيل الاربعه. حتى الناس العابرين اللي بيعبروا للمسيحيه ما تقراش اول ما تدخل على العهد القديم هتتعب، خش على العهد الجديد الاناجيل الاربعه وقراءات بولس ورؤى يوحنا، هي دي الانجيل وهي ده العهد. ده بالنسبه للناس اللي ايه لك 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 لك، وانا ما عنديش استعداد اضيع وقت، انا وقتي سمين. يعني انا اللي بعمل حلقه النهارده هريح بعدها مش هعمل حلقات فتره لان انا مشغول بحاجات تانية، فانا النهارده قعدت لكم كده وطولت معاكم بس عشان اوضح الامور دي، اوضح الامور دي. الدوله هتبقى كويسه ازاي؟ والله يعني حكايه انك تبني لي كنيسه جديده ولا كاتدرائيه جديده مش هي اللي تفرحني، ولا بناء لجامع كبير ضخم هيفرح المسلمين. اللي يفرح المسلمين يا سيادة الرئيس انك تدور على دولة اللي نايمين متعريين بيناموا تحت الكباري، اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي مش لاقيين لبس في الشتاء، اللي بيموتوا بالبرد. يوم يا سيادة الرئيس ما تتلم على دولة وتكسيهم وتأكلهم لقمة كويسة وتلبسهم لبس كويس، ده أفضل عندي من بنا 100 كنيسة و100 جامع. الإنسانية يا سيادة الرئيس، الناس اللي مش لاقية تاكل يا سيادة الرئيس، بدل بنا كنايس وبنا جوامع وشران رفال وغواصات،
ابني مستشفيات، شغل العاطلين، ابني بيوت، استر على الناس عشان ربنا يستر عليكم. طيب اللي بينشروا الفتن نقول عليهم ايه؟ المقولة اللي قالها الراجل الطيب ده، الراجل الطيب ده، ده ممكن يكون عم اسماعيل، ممكن يكون عم محمود، ممكن يكون عم مصطفى، ممكن يكون مقدس جرجس، ممكن يكون المقدس سعيد، حط ايده تحت ودانه وقال واخرتها مع اولاد الكلب دول. اخرتها ايه؟ مع اولاد الكلب دول. عشان تبني دولة يا سيادة الرئيس، اؤمن بالحق واؤمن ان في اله هيحاسب، طبق القانون، اعمل سواسية، سير العدل على كل الناس، ادي فرصة لكل الناس، ادي فرصة الناس تتكلم. هتلاقي نفسك بتمشي في يوم من الايام وسط الناس بامان، هتلاقي نفسك مش ماشي بمواكب حراسة، هتلاقي نفسك مش محتاج تلبس السديري بتاع اطلاق الرصاص، هتلاقي البابا بيصلي وما وراهوش عم العقيد عمر. طبق القانون يا سيادة الرئيس، ابسط حاجة تطبيق القانون. واوعى حد يقول ما اقدرش، واوعى حد يقول ما نقدرش نلغي الفتنة، لان اللي قدر يمرر تيران وصنافير بكل سهولة على الشعب يقدر يمشي اي حاجة، واللي عمله ملك المغرب يقدر يعمله اي حد لو اراد. ليه؟ لان الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى اقدر ارد على اسئلتكم. انا طولت عليكم النهارده شويه، احاول. الاستاذ ادوار حنا بيقول لي مش ممكن هيحكموا او هينفذوا الاعدام ما دام الضحيه مسيحي. شوف هقول لك حاجه، هتلف وتلف وترجع له. السادات عمل وطلع وافرج عن ارهابيين وقال اخواتي وانا وسط ولادي، وجت له من وسط ولاده، وجت له من وسط ولاده، كله سلف ودين. هتعامل ربنا بامانه هيتعامل معاك بامانه، هتلف وتدور هيلف ويدور معاك. سؤالك كويس يا استاذ ادوارد، شكرا ليك. الاستاذ نيو سقراط بيقول لي الغرب عارف وفاهم كل حاجه. طبعا عارف وفاهم كل حاجه، هو شويه دي عالم دلوقتي شغاله بالجينات وبالكروموزومات، عالم شغاله بالريموت كنترول. هيجوا شويه بدو يضحكوا عليهم؟ لا طبعا، هم سايبينهم لاغراض. الاستاذه نانسي نزيه بتقول لي دي عالم متخلفه واحنا رايحين معاهم في رجلين. اه والله صحيح، انت ليك حق يا استاذه نانسي، دي عالم متخلفه واحنا رايحين معاهم في رجلين. واحد بيعاملني، يعني واحد الماني يعني بتعامل معاه، كان يجيب لي دايما بوسطه يعني، فلقيته بيتعامل معايا معامله سيئه جدا، سيئه جدا جدا جدا. في الاخر ضغطت عليه فقال لي ما انتوا يعني اخرتها تعيشوا في بلادنا، وبعدين في الاخر نفاجئ بيكم بتفجرونا وبتقتلونا. قلت له ياه، ايه اللي عرفك كده؟ قال لي اكيد انتوا اغلبيتكم ارهابيين، معظمكم ارهابيين. قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي من لونكم بتعرفكم، من لونكم بنعرفكم. قلت له من لوننا؟ ده احنا اتلطينا وسط معاكم بسبب ان بنشبه بعض في اللون وفي الشكل، احنا اتلطينا وندخل نكون مسافرين دوله اجنبيه، نتفتش تفتيش ذاتي ونحط في كله، فاكريننا ايه؟ نقول لهم ايه؟ والله منى دي اختي منى، اقول له ايه بس؟ اقول له احنا مش ارهابيين يا عم الحاج؟ اقول له ايه؟ فضحتونا. شكرا يا استاذ نانسي. نيو سكرات المغرب، ايوه اللي حصل في الكلام ده المغرب. اولاد الافاعي، الاستاذ سكرات بيقول لي اولاد الافاعي، طبعا اولاد الافاعي. الاستاذ وسيم فوزي بيقول لي تامر امين ابوه سرق الساحه. هي القصة دي ما يعني منتشرة على الفيس، بس تامر أمين دلوقتي عنده استعداد يفتح محل ساعات يعني، ولو كانت القصة دي تخلص ويبعت لهم كام ساعة خلص الموضوع. فاروق سوريال، الأستاذ فاروق سوريال بيقول لي
سامعك عم ابراهيم، بس هو بيقول لك اسمعوا كلامي بس. انا طالما انت بتقول لي يا استاذ فاروق عم ابراهيم سامعني، تمام الدنيا وما فيها. لو عم ابراهيم سامعني يبقى خير، يبقى خير والله. والله انا عندي استعداد، لو حسيت فعلا ان الريس والقياده في مصر فعلا جاده في اقرار العدل والسلام وان الناس تعيش فعلا، والله انا اول واحد اقفله واطبله واقفله قدام السفارات واشتغل له سفير واقول هو ده. والله رغم كل اللي عدى ورغم كل اللي فات، بس احس فعلا ان فعلا في خطوات جاده. احنا عايزين ايه؟ وانا هستفيد ايه من عداوه نظام ولا من اني انتقد نظام ولا من اني انتقد اسقف ولا انا هستفيد ايه؟ بالعكس انا عايز اعيش في تسامح وبحب بلدي وبحب اهل بلدي وعايز بلدي تبقى في التوب. والله انا بقولها لكم، ولو يعني اهو انا قاعد اهو معاكم، لو حسيت فعلا ان في حاجه هتتعمل على الارض فعلا تغير الوضع وتعمل امن وامان في البلد وتخلي فيه مساواه وفي عدل، مش ذميه، مش ذميه، والله اول واحد اطبل لكم وتبقى الـ 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 الحلقات بتاعتي دعم. انا ما بهدمش، انا حلقاتي دي مش هدم، انا حلقاتي دي نقد للاصلاح، عندي استعداد اقلبها دعم كمان، بس يكون فعلا فعلا في حاجه تستدعي ده، في اجراء على الارض يستدعي ده. شكرا لكم. سرق الساعات. تمام يا استاذ فاروق. الاستاذه لوجي، الاستاذه لوجي ماهر، قبل ما اقرا هي اللي بتقوله افتكرت حاجه مهمه قوي. الاستاذ ماهر جرجس توفيق الله يرحمه، الشهيد ماهر جرجس توفيق الله يرحمه، اللي مات وقتلوه ضباط مباحث بنو سويف جوه القسم، وعملت حلقه كامله شرحت فيها ازاي انه اتقتل وازاي في شريط دم نتيجه الخنق وهو كان بيجز على عينيه، ففي شريط دم في العين وغير كده الازرقاء ومكان البصمات بتاعت اليد اللي قتلوه عليه، يطلع تقرير الطب الشرعي ان مفيش شبهه جنائيه. فساد، ده تزوير، وده مؤشر على ان العدل مش ماشي، وده مؤشر على ان الفساد وصل للطب الشرعي، وده فساد على اني خلاص يلا السلامة، القضاء بيسيس، التحقيقات بتسيس، الطب الشرعي فشل وفسد. انا بقول لكم انا درست طب شرعي ومن التحليل الكامل الراجل ده اتقتل جوه القسم. هما مش عايزين يحاسبوا الضابط، هتتقدم ازاي البلد؟ البلد هتتقدم ازاي؟ متوقعين ايه؟ متوقعين ايه؟ نشوف تعليق الأستاذة لوجي ماهر. أوعى تنسى ماهر يا دكتور، المحامي العام أخذ ملف القضية ورافضين يدونا صورة الملف وقالوا تم حفظ القضية وما نزلوهاش في ملف المحفوظات، في لعب كبير قوي ومش قادر أعمل حاجة غير تهديد إخواته أهله بالسكوت، غير تهديد اخواته واهله بالسكوت. ماهر كان بسيط، لا ارهابي ولا تاجر، ده غلبان، بيعملوا ليه كده؟ نفسي افهم. يا سيادة الرئيس، العدالة لا تتجزأ يا سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، القاتل ده اللي قتل ماهر النهارده بكره هيقتل حد تاني وحد تالت. يا سيادة الرئيس، القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. الراجل ده مات مقتول، واللي قتلوه من ضباط قسم مباحث بني سويف. لو في عدل، لو في سيادتك عايز ما يبقاش في فتنه، مفروض تعمل زي ما بيعمل ملك المغرب. انا مش عارف اقولها لكم ايه، ابعت لكم بريل؟ ابعت لكم تشربوا بريل؟ يعني ايه يعني ظابط ما يتحاسبش؟ يعني ايه شاب زي القمر يدخل اسم عشان يقدم شكوى؟ مش داخل متهم، ده داخل يشتكي، داخل يقدم شكوى، يتقتل جوه الاسم، وفي الاخر تقولوا دولة عدل، والدولة دي هتتقدم؟ الدولة دي هتتقدم؟ ااا
الأستاذة لوجي ماهر دخلت تاني بتقول حتى تقرير الطب الشرعي رافضين إننا نطلع عليه، ووكيل النيابة قال للمحامي وكيل النيابة قال للمحامي مفيش أي شبهة جنائية. ده الكلام اللي أنا قلته لكم قبل كده، إن وكيل النيابة بيقول إن تقرير الطب الشرعي مفيش شبهة جنائية. هنا وكيل النيابة قال للمحامي مفيش أي شبهة جنائية والملف اتحفظ. معقول يحفظوا ملف من غير ما ينزل في جدول المحفوظات؟ أنا هتجنن. طبعا ليك حق تتجنني، وكلنا لينا حق نتجنن. ما اصل معلش، ما هو اللي قال قبل كده اللي حقيقة المتظاهر مش هيتحاسب، خلاص بقت كل واحد اللي حقيقتين مش هيتحاسب، وده اصل قتل واحد مسيحي يعني حيالله كافر، مين هيدور عليه؟ ده اللي قتله الباشا. واصل حاتم مش هيتحاتم، والله ان ما حاتم اتحاسب لحيجي اللي يحاسبكم قائد، وهتاخدوها كده ضربة قادر مقتدر. واحذروا غضب الله، احذروا غضب الله فانه مخيف، دي كلمة البابا شنودة، احذروا غضب الله فانه مخيف. الاستاذ فاروق سريال بيقول لي موفق في اختيار الموضوعات. اشكرك استاذ فاروق، تعيش ربنا يخليك. الاستاذ نيو سقراط بيقول لي ولا منظر حارس البابا في القداس. ذكرنا الجنرال عمر اللي واقف في القداس، ولا غير الخدام فقط، ولا غير الخدام فقط. هو الـ 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 يعني الهيكل ده ما بيدخلوش عامة الشعب المسيحي، يعني بيدخلوا الكهنة الشمامسة الخدام اللي هم الشمامسة. فلما تجيب لي حارس أمن يقف في الهيكل في الوقت اللي المسيحي العادي ما يقدرش يدخل الهيكل، دي قلة أدب. عادل طبعا رأي البابا ما يقدرش يقول لهم لأ، يعني الله ما يقدرش يقول لهم لأ. يا أما عادل سيد بيقول يمكن الأخ عمر هداه الله وتنصر، يمكن الأخ عمر لا 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 لا، هو على فكرة راجل محترم، يعني الراجل ده المعلومات اللي عندي إن هو راجل محترم، يعني تعاملاته كلها بأدب وشياكة وبيعامل الناس بأدب، ما يعني. فأنا أنا 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 مش على الراجل كشخص، أنا على الوضع. يعني إيه حتى على فكرة، حتى لو عقيد مسيحي أنا لا أقبل وجوده في الهيكل، عقيده بسلاح في الهيكل مثلا، يعني ما تجيش، ما ينفعش. حتى لو مسيحي أنا رافض يعني طقس الكنيسة، الهيكل، الكهنة، الشمامسة، الأساقفة، الخدام، بس شكرا. غير كده شكل مش حلو. الأستاذ عادل سيد بيقول لي يمكن الأخ عمر هداه الله وتنصر تاني. لا ماشي. يعني الأستاذ نيو سقراط بيقول لي ده تاريخ اللي سجله ودونه المقريزي والمسلم. التاريخ بتاع بناء الجوامع على ايد مسيحيين وهدم الكنائس على ايد مسلمين وبناء جوامع ده دونوه كتبة، ومنهم كتبة مسلمين، وفي كتبة اقباط هم اللي دونوا الكلام ده، فده يعني لا يقبل التلاعب، يعني ده تاريخ اتكتب يعني. الاستاذ فاروق اسلام فاروق سوريال بيقول الاستعباط ازهى العصور، اكيد احلى من الشرف مفيش. كراس سامي كاربنتر بيقول لي طبعا ده حمار لن يفهم الآية، المسيح ملك السلام أتى ليلقي السلام في قلوب جنس البشر. نتمنى يفهم، احنا بنحاول نشرح لهم، يعني نحاول ننور قلوبهم. ده هو لو أخدوا بس حاجة واحدة من الإنجيل، العظة على الجبل، العظة على الجبل بس، أخد أي واحد مسلم أو مسيحي أو أيا كان وجعل العظة على الجبل دي حفظها ومشي عليها، أنا أضمن له الفردوس أيا كانت ديانته. لو مسك العظة على الجبل وقراها ومشي عليها صح، انا اضمن له دخول الجنة او الفردوس. لكن فين بقى اللي يفهم بقى؟ طالما في حريات يا عم انسى ازاي حريات يا عم يا ابا خلينا. الاستاذ كراس سامي كاربنتر بيقول لي طبعا ده حمار لن يفهم الايه، المسيح ملك السلام اللي يلقي السلام في كل جنس البشر. تمام. الاستاذ ايهاب المصري بيقول لي للاسف راح الكنيسه وزغرطوا له وسقفوا له حاجه تقرف. معلش معلش معلش، ما هم متنقيين يعني، هم ما جابوش اي حد، فدول لا يمثلوا الشعب المسيحي، يعني ما يمثلوش الشعب المسيحي ابدا، لا لا دول متنقيين.
نيو سكرات، تحياتي تحياتي ليك يا استاذ، يا استاذ نيو. ناديه عبد الشهيد بتقول لي تحياتي لشخصيتك المحترمه الراقي دكتور وجيه، ميرسي ليكي. شكرا يا استاذه ناديه، ربنا يخليكي. كراس بيتر بيقول لي ربنا معاك وتحيا، ربنا يخليك يا استاذ كراس، اشكرك. نيو نوال مرقص، الاستاذه نوال مرقص بتقول لي كل سنه وانت طيب، ربنا يسعدك. ربنا يسعدك يا استاذ نوال، ميرسي جدا، وسنه سعيده عليكم يا رب. نيو سكرات بيقول لي هم بيشربوا هنكن، هنكن بيشربوا هنكن، هنكن دي شمبانيا صح؟ انا معلوماتي في الحاجات دي، انا ما بشربش، فمعلوماتي في الحاجات دي ضعيفه. هنكن دي شمبانيا صح؟ نيو سكرات بيقول لي صح، ضعيف كويس، المنظر عرق خالص. اكيد. بيره، طلعت بيره؟ هنكل دي بيره؟ ما اعرفش، ما اعرفش، انا اعرف ان جازر بيره، وفي جازر بيره، لكن ما اعرفش، ما علينا. اتمنى يا رب انا ما اكونش يعني طولت عليكم قوي، انا عارف النهارده خدت وقت كتير، وقت كتير مش قادر احسبه يعني. بس اعتقد ان المواضيع دي كان لازم، على فكره كان ممكن اطول اكتر من كده في مواضيع تانية اتفرع منها، لكن انا اللي عايز اقوله ايه في النهايه، بكرره تاني للرئيس، بكرره تاني للحكومه، وبكرره تاني للسفارات، وبكرره تاني للعملاء منينا اللي بيننا ما بين الامن في مصر والنظام في مصر، اعملوا خطوات على الارض تثبت جديه في انكم فعلا عايزين حقوق، واحنا والله تحت امركم، احنا نعدل، وحتى لو اخطأتوا خطوات نحس انها يعني، لكن ما نضحكش علينا، اصل المطلوب ان احنا نلغي عقلنا مش هيحصل، الدماغ دي مكلفه، الدماغ دي مكلفه، فيضحك علينا ما ينفعش، والنعمه ما ينفع، والنعمه ما ينفع، ولا حتى انتوا ترضوها، يعني انتوا نفسكم في يوم من الايام لو انا واجي رؤوف نفقت، هتعرف على طول، هتعرف ان انا نفقت، لان انا معروف عليا وشكلي بيبان عليه، وانت عندك علماء اجتماع واطباء نفسيين وناس بتحلل، بتقعد قدام الفيديوهات بتاعي وبتحلل، ومتاكدين تماما ان كل كلمه بقولها باكلها بصدق وبامانه وللاصلاح مش للهدم، بس بتقولوا عليا دماغي ناشفه، دماغي ناشفه في الحق، اعملوا العدل، احقوا العدل، ما تحت امركم. ومن قناه الصوت الصارخ اقول لكم مع السلامة، كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، مع تحياتي وحبي واحترامي دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.